مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. حلقه النهارده هتكون غايه في الاهميه، لان عندنا العديد والعديد من الاخبار المتنوعه سواء على الساحه الرياضيه المحليه العالميه وكل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الاهلي، وبالتحديد كمان الفريق الاول لكره القدم بخصوص الاستعداد لمباراه بلاتينيوم يوم السبت باذن الله بعد بكره، مباراه غايه في الاهميه في بطوله دوري ابطال افريقيا. هنغطي لحضراتكم كل الجديد الخاص ببعثه الفريق هناك في زيمبابوي. ضيف حلقتنا النهارده هيكون الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير في الجزء الثاني من حلقه اليوم، والاستفاضه هتكون واسعه والحديث هيكون هام جدا عن بعض الامور والملفات الهامه جدا على الساحه الرياضيه المحليه تحديدا. في البدايه خلينا نروح اشوف اهم وابرز عناوين حلقه اليوم، يلا بينا. الخطيب يطلق شارة بدء اختبارات ذوي الهمم لمحاولة عبور المنش. الأهلي يتدرب اليوم في هراري ويغادر إلى بولا وايو غدا. سفير مصر في زيمبابوي يشيد باحترافية الأهلي في التنسيق المبكر لمواجهة بلاتينوم. اتحاد الكرة يتسلم اليوم الدفعة الثانية من أجهزة تقنية الفار. صلاح يتفوق على ميسي بقائمة الأغلى عالميا. طبعا الاستعدادات مستمرة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الهامة جدا جدا أمام فريق بلاتينيوم اللي هتكون بعد بكرة بإذن الله تعالى في تمام الساعة 3 عصرا في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا ودور المجموعات تحديدا. مباراة غاية في الأهمية، الفريق مركز جدا، الكل متأهب لهذه المباراة، والهدف واحد ومعروف بالنسبة للجميع هو حصد 3 نقاط خصوصا في ظل المنافسة الصعبة والشرسة جدا بالتحديد في المجموعة دي اللي بتضم ايضا بجانب الاهلي كل من الهلال والنجم الساحلي وايضا فريق بلاتينيوم. فبالتالي مهم قوي بالنسبه لك اي نقطه في ال3 ماتشات اللي جايين ان انت تكسبها لازم. مباراه بلاتينيوم لو خدت 3 نقط هيبقى الموضوع بالنسبه لك ابسط نسبيا، رغم ان في كره القدم طبعا مفيش حاجه بتبقى محسومه دايما، 90 دقيقه هي اللي بتحسم في اي مباراه، وخصوصا في دور المجموعات مع نهايه اخر مباراه تقدر تحسم من المتاهل. ان شاء الله يكون الحظ من نصيب النادي الاهلي في التاهل والتوفيق يكون حليفه، بدايه من مباراه بلاتينيوم ومرورا بمباراتي النجم الساحلي في القاهره ومباراه الهلال في السودان باذن الله تعالى. ناخدها خطوه خطوه، احنا دلوقتي مركزين في مباراه بلاتينيوم، فعايز اقول لحضراتكم كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق هناك في زيمبابوي. احنا عارفين الفريق وصل امبارح الصبح بدري في العاصمه هراري، والمباراة هتكون في مدينة أخرى اسمها بولاوايو هناك في زيمبابوي، وهي معقل فريق بلاتينيوم. فبالتالي الجهاز الفني والجهاز الإداري استقر على أن التدريبات تبقى عبارة عن تدريبين على مدار يومين امبارح والنهاردة في مدينة هراري أو العاصمة هراري هناك في زيمبابوي، بسبب أن الإقامة أفضل يعني نسبيا من المدينة الأخرى اللي هتستضيف المباراة. بالتالي مران الأمس كان الساعة 5، النهاردة المران الساعة 3 في نفس توقيت المباراة عشان تتعود على أجواء الفترة دي أو التوقيت بتاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم اللي هيكون الساعة 3 العصر. طب ليه امبارح كان الساعة 5؟ عشان كان الفريق جاي من رحلة شقة وطويلة جدا 12 ساعة تقريبا، فبالتالي كان لازم يبقى فيه جزء من الراحة بالنسبة للاعبين قبل خوض أول مران اللي كان الساعة 5 امبارح. المران لسه منتهي منذ لحظات، ودي لقطات حصرية لتدريبات النادي الأهلي اليوم بالتحديد، واللي إن شاء الله بإذن الله بيستعدوا من خلالها كل الاستعداد المناسب للمواجهة المرتقبة بإذن الله تعالى يوم السبت القادم. والنهاردة طبعا تاني تدريبات النادي الأهلي قبل المران الأخير غدا بالنسبة للفريق، واللي هيكون في نفس توقيت المباراة، واللي هيشمل بعض الأمور الهامة جدا من الجانب الخططي والتكتيكي الخاص بمستر ريني فايلر. وفي نفس الوقت هيبقى في أول ربع ساعة طبقا للوائح الكاف، يعني ربع ساعة مفتوحة للإعلام في أول مران الغد اللي هو المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي. فيما يتعلق بآخر أخبار بعض اللاعبين، إكرامي بيواصل برنامجه التأهيلي في زيمبابوي. احنا عارفين شيف إكرامي كان عنده زي إجهاد قوي شوية في السمانة، لكن شوفي من هذه الإصابة بيتم تأهيله إن هو يكون جاهز في حالة الاحتياج لي في المباريات. وطبعا عنصر مهم جدا شريف إكرامي تواجده في حد ذاته أكيد حاجة غاية في الأهمية بسبب الخبرات الكبيرة بيتمتع بها شريف في مثل هذه البطولات الهامة.
خلينا اقول لحضراتكم النهارده مع نهايه المران كان في تقسيمه بالكوره في ختام المران. التقسيمه دي شملت بعض الجمل التكتيكيه وبعض التعليمات الخاصه بمستر ريني فايلر بالتحديد قبل مباراه يوم السبت، خصوصا في ظل متابعه مستر فايلر وتركيزه على بعض الامور الخاصه بفريق بلاتينيوم من خلال مشاهده اللقطات الخاصه بالفريق على مدار المباريات الاخيره بالنسبه لهم، وبالتحديد مباراه الاهلي الاخيره اللي كانت في القاهره. فبالتالي تعليمات كانت مهمه جدا خلال التقسيمه دي، واللي من خلالها بيستعد وبيوصل النادي الاهلي استعداداته للمباراه. بالنسبه لمروان محسن، مروان محسن زي ما حضراتكم عارفين كان عنده كدمه قويه في وجه القدم، فكان في تورم شويه، التورم ده ابتدى يتلاشى خلاص، الامور ابتدت تبقى احسن بالنسبه لمروان محسن. بيواصل برنامج العلاجي والتاهيلي الخاص به النهارده كمان، لكن بكره قبل المران الاخير باذن الله تعالى هيكون في فحص طبي اخير بالنسبه لمروان عشان نعرف امكانيه مشاركته في المباراه ان شاء الله. بعثه الاهلي هتروح امتى بقى المدينه الاخرى بولاوايو؟ هيبقى بكره الصبح، الفرقه هتتحرك الساعه 7 صباحا وتوصل باذن الله تعالى الساعه 10 صباحا، يعني حوالي 3 ساعات من خلال الطيران، وباذن الله يوصلوا. بعد ما يوصلوا هيكون التدريب في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره بالطبع. كابتن سمير عدلي هو اللي سبق، طبعا المدير الاداري للفريق، هو اللي سبق البعثه لمدينه بولاوايو عشان يرتب كل الامور اللي بتتعلق باستقبال الفريق من حيث الاقامه والانتقالات وكل ما شابه ذلك، يعني عشان الامور كلها تبقى مهيئه للفريق بالشكل الامثل. خليني اقول لحضراتكم كمان كان في تصريحات لمحمد الشناوي، طبعا حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي، واللي اتكلم عن مواجهه فريق بلاتينيوم واهميه هذه المباراه. قال ان المباراه صعبه للغايه بغض النظر عن ترتيب المجموعه، الاهلي مثلا الاول وبلاتينيوم الاخير، لكن بيقول ان فريق بلاتينيوم فريق جيد وعنده بعض المقاومات الجيده جدا اللي احنا هنحاول نتعامل معاها، ونحاول كالعاده ان احنا نخرج بالثلاث نقاط من هذه المباراه. قال ان احنا مركزين بشكل كبير جدا خصوصا في ظل شده المنافسه على التاهل ما بين الاهلي والهلال والنجم الساحلي. قال كمان ان نتيجه النجم الساحلي وبلاتينيوم مش مقياس اطلاقا ومش بنفكر فيها، لان احنا ايا كان حتى لو النجم الساحلي ما كسبش بلاتينيوم في ملعبه 3-0، احنا كده كده المطلب الرئيسي بالنسبه لنا كفريق النادي الاهلي ان احنا نكسب اي مباراه حتى لو كان بلاتينيوم كسب النجم الساحلي على ارضه. يعني كل الكلام ده مش بيشغل دماغنا، احنا مركزين ازاي نخرج بالمكسب من مباراه بلاتينيوم ان شاء الله. كمان قال ان كل اللاعبين بيبذلوا جهد كبير جدا، احنا لسه مع تصريحات محمد الشناوي، كل اللاعبين بيبذلوا جهود كبيره جدا وكل لاعب بيبقى حريص على ان هو يكون متواجد في التشكيل الاساسي، فده بيتطلب مجهود كبير جدا مننا ومن كل لاعب داخل الفرقه، وعارفين حجم المسؤوليه بشكل كبير، وعارفين الطلبات الخاصه بجمهور النادي الاهلي بتتمثل في بطوله دوري ابطال افريقيا. قال كمان او تطرق لابرز ما يميز فريق بلاتينيوم، قال ان هم بيتمركزوا بشكل جيد جدا، الكرات العرضيه عندهم او الكرات الثابته بشكل عام بتبقى خطره، وكمان قال ان هم عندهم عناصر مميزه من اللاعبين. ان شاء الله يكون النادي الاهلي ناجح في التعامل مع هذه المباراه ونخرج بالمطلوب باذن الله بنتيجه ايجابيه، هيبقى شيء جيد وهيبقى شيء اروع في الحقيقه لو الاهلي قدر ان هو يفوز في هذه المباراه عشان على مباراه النجم الساحلي والهلال، وانت يعني نسبيا الامور بالنسبه لك افضل بكتير، احسن لما هتتعادل او لا قدر الله تخسر مباراه بلاتينيوم، وماسكين كل الثقه طبعا في لاعبتنا. تصريحات كمان لسفير مصر في زيمبابوي السيد محمد فهمي السفير المصري في زيمبابوي، اللي بيتكلم وبيشيد باحترافيه مسؤولي النادي الاهلي في التنسيق المبكر بشان حضور الفريق الهراري. تخيل الاهلي يا جماعه، تخيلوا الاهلي تواصل مع سفاره مصر في زيمبابوي من امتى؟ احنا النهارده كام؟ النهارده 9 صح؟ النهارده 9 يناير، الاهلي ابتدى يتواصل مع السفاره من شهر بالظبط، من 11 ديسمبر تقريبا يعني، عشان ينسق الامور كلها، هو ده الشغل الاحترافي وده اللي اشاد بيه طبعا سفير مصر في زيمبابوي، وقال التواصل فضل يعني موجود على مدار الايام كلها عشان الامور تبقى جيده بخصوص الفريق في هراري وفي المدينه الاخرى بولاوايو بخصوص هذه المباراه، عشان يكون التركيز كله منصب بالنسبه للاعبين على كيفيه تخطي هذه العقبه بخلاف اي امور اخرى فيما يتعلق
يتعلق بالإقامة وملاعب التدريبات والتنقلات وكل ما شابه ذلك. يعني قال إن في جهد كبير جدا بيبذله النادي الأهلي، وقال النادي الأهلي أكبر القلاع في أفريقيا، وأكيد ده فخر بالنسبة لكل المصريين. قال الجالية المصرية في زيمبابوي قليلة شوية بسبب الظروف الاقتصادية في البلد، لكن إحنا بنحاول نتواصل مع أكبر كم ممكن موجود من المصريين في زيمبابوي عشان يسهل بالنسبة لهم الأمور ويحضروا هذه المباراة. قال كمان إن فريق بلاتينيوم مبسوط جدا من المعاملة اللي عامل بيها النادي الأهلي الفريق في القاهرة، فبالتالي المعاملة هتكون بالمثل بالنسبة لهم مع فريق النادي الأهلي، ودايما الأهلي بيعامل ضيوفه بالشكل الأنسب والأمثل دايما، وده المعروف في الحقيقة عن النادي الأهلي دائما وأبدا. إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين. خلينا نروح لفاصل الأول قبل ما نستكمل بقية الأخبار. بعد الفاصل عندنا أخبار مهمة جدا ولقاءات عديدة، وهنتواصل كمان مع زميلنا هناك في زيمبابوي عشان نعرف كل الجديد والكواليس الخاصة بالاستعدادات للمباراة المقبلة. استنونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. خلينا بقى نسخن شويه كده في دلوقتي ونروح لهراري عاصمه زيمبابوي عشان نتواصل مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مرافق بعثه النادي الاهلي هناك في هذه الرحله، ونعرف منه كل الكواليس. زميلنا العزيز فاروق صلاح، الكل هنا متحمس لمباراه الاهلي وبلاتينيوم. يا فاروق طمنا بشكل كبير جدا، قول لنا كل الكواليس اللي عندك، كل الاخبار اللي تتعلق باستعدادات الفريق للمواجهه المرتقبه. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا امير والمشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي ومتابعي برنامج كلام في الميديا. نفس الحماس اللي موجود عندكم يا امير موجود هنا عند اللعيبه، حاله من الاصرار، حاله من الجديه، حاله من التركيز بتفرض نفسها على بعثه النادي الاهلي. الجميع بيتاهب، الجميع بينتظر لملاقات فريق بلاتينيوم وتحقيق نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي في المرحله الرابعه لدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا امام فريق بلاتينيوم. زي ما قلت لك يا امير، في حاله من الجديه والتركيز وارتفاع الروح المعنويه عند اللاعبين، ايضا حاله الترحيب اللي موجوده من شعب زيمبابوي اللي بنلمسها في كل مكان. يعني في كل مكان بنروح بنلاقي حاله من الترحيب، حاله من الاستعداد من والشغف من ايضا من جماهير زيمبابوي لمتابعه النادي الاهلي. الجميع بيبقى حريص ان هو يتواجد مع فريق النادي الاهلي وان هو يحاول يلتقط الصور التذكاريه. خليني برضو من خلالك يا امير ان انا اشيد بمسؤول السفاره المصريه ممثله في السفير المصري محمد فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي على المجهود الكبير اللي بيبذلوا افراد السفاره والمسؤولين في السفاره مع فريق النادي الاهلي من يعني تسهيل كافه الاجراءات، سواء في التواجد في مطار روبرتو ماجابي في استقبال البعثه او التنسيق وتسهيل كل الامور داخل زيمبابوي. ايضا السفير محمد فهمي حريص بصفه مستمره على التواجد في فندق الاقامه والتمارين، يعني التواجد في مران الامس والنهارده كان موجود في المران مع اللاعبين وحديث مع المهندس ابراهيم القفراوي اللي عقد اكثر من جلسه مع معالي السفير محمد فهمي ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي لتذليل كل العقبات، تيسير كل الامور على فريق النادي الاهلي. نروح بقى يا امير لاحوال الفريق واستعداد الفريق والحاله الفنيه للاعب النادي الاهلي، حاله فنيه وحاله جاهزيه عاليه عليها لاعبي النادي الاهلي. اطمنك برضو على حاله مروان محسن، يعني كان بعض الشكوك واصابته بكادمه في وجه القدم، لكن انا من خلالك يا امير يعني بطمنك ان امير مروان محسن باذن الله هيكون موجود في اللقاء ملاقات فريق بلاتينيوم. خلاص مروان محسن موجود معانا ان شاء الله في المباراه. الحاله الفنيه لكل اللاعبين يعني زي ما بقول لك يا امير حاله ما شاء الله مطمئنه لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده فريق النادي الاهلي امير كواليس اليوم، فريق النادي الاهلي كان تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 7:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 11:30 ظهرا، ثم توجه الفريق لأداء المران على الاستاد الوطني لزيمبابوي بالعاصمة هراري. يعني نقدر نقول ان الملعب المراني يا امير ملعب يعني اكثر من رائع، بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق. حالة من التركيز زي ما قلنا عند اللاعبين، تواجد افراد السفاره اللي كانوا موجودين ايضا في المران، زي ما قلنا اللعيبه ادت المران في تمام الساعه 3:00 عصرا. بدا المران مستر رينيه فايلر يختص يعني بدا بمحاضره للاعبين في منتصف الملعب، ثم ابتدى المران. يعني عايز اقول لك لعيبه مجموعه من اللعيبه كلها تألقت النهارده في هذا المران،
تألق من عمرو السولية، تألق من أحمد فتحي، تألق من مروان محسن، تألق من كهربا، من وليد سليمان، حالة من الجدية والتركيز بتفرض نفسها على لاعبي النادي الأهلي. أيضا يا أمير خليني أقول لك إن في إن شاء الله فريق النادي الأهلي هتوجه للسفر، السفر غدا إن شاء الله إلى بولاوايو، هيبقى السفر صباحا إن شاء الله في تمام الساعة 11:30 بالتمام والكمال إن شاء الله. النادي الأهلي هيتوجه لمقاطعة بولاوايو ويكون اول مران ان شاء الله على ملعب تقام عليه المباراه، والملعب يعني بيبعد ايضا عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي بخمس دقائق. ايضا يا امير انا معي في هذه الاثناء، هينضم لي في هذه الاثناء استاذه رانيا البحبوحي نائب رئيس معالي سفير محمد فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي. استاذه رانيا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال قناه النادي الاهلي وبرنامج كلام في الميديا، عايزين من خلال حضرتك نطمن كل جماهير النادي الاهلي على بعثة النادي الأهلي والأجواء هنا في زيمبابوي. الأجواء طبعا زيمبابوي معروفة من هي من أجمل الأجواء في العالم، فمناسبة جدا للتمارين ولأن هم يتابعوا يومهم بشكل طبيعي الحمد لله، ما كانش في إعادة جدولة لأي بند في البرنامج بتاعهم، وزي ما حضرتك طبعا على طول معاهم، هم راحوا التمرين النهاردة كان الجو رائع الحمد لله وخلصوا على خير ورجعوا وكل حاجة الحمد لله مترتبة هنا، وعشان يسافروا بكرة إن شاء الله لمدينة بولاوايو اللي هي تقريبا على بعد 435 كيلو، بس بالطيارة إن شاء الله هياخدوا حوالي 50 دقيقة، وكل الترتيبات جاهزة يعني الحمد لله. استاذ رانيا يعني زي ما قلنا في حاله من الترحيب بنشوفها في الشارع الزيمبابوي، الجميع عنده حاله من الشغف لمتابعه فريق النادي الاهلي، شايفين يعني الابتسامه على وجه الجميع والترحيب بفريق النادي الاهلي، وده امر مهم جدا. طبعا زيمبابوي ومصر من الشعوب القريبة تقريبا ثقافيا كمان، حتى الروح الجميلة والترحاب حضرتك أكيد حسيت بيه وكل النادي اللي منورنا هنا، فهم كلهم مهتمين بأي فريق مصري يجي هنا، عارفين أن مصر دولة كبيرة في الاتحاد الأفريقي وبيهتموا لأن مستوى فرقنا طبعا معروف على مستوى القارة الأفريقية، وخاصة زيمبابوي احنا عايشين طبعا معهم، انا بقالي حوالي سنتين ونص معاهم، فهم بيهتموا بالذات بالفريق المصري، وخاصة حضرتك عارف فريقهم كان لسه لقيت ليه هناك وكاس الامم الافريقية كمان، فده قرب شوية كتير من السياح الزيمبابويين راحوا لمصر حسوا بألفة جميلة جدا وحسوا بتقارب مع الشعب المصري، فهم يعني متحمسين جدا ومنتظرين ايا كانت نتيجة اللقاء ده، هم سعداء جدا لان هم بيبصوا للفرق المصرية بعين اكبر كمان. يعني استاذه رانيا يعني زي ما قلنا من خلال قناه النادي الاهلي احنا بنشكر حضراتكم كمسؤولي السفاره المصريه على المجهود المبذول مع فريق النادي الاهلي، سواء حضرتك معالي السفير محمد فهمي على تواجده بصفه مستمره في كل مران في مقر الاقامه، ده يعني امر احنا بنشكر حضراتكم عليه. العفو طبعا، انتم منورين، ده شرف لينا وسعاده لينا، ونرحب بكم طبعا في اي وقت، يعني احنا سعداء جدا واحنا بنجهز وبنعد وفرحانين بيكم، وفريق الاهلي طبعا اسم غني عن التعريف يعني، فحتى زيمبابوي كل مواطن زيمبابوي يقابلنا بيسالنا ومهتم ومنتظر المباراه دي ان شاء الله. طقس في مصر يعني حاله من الصقيع وبرود الجو، لكن حماس الجماهير وانتظار اللقاء، هنا الطقس متقلب شويه في زيمبابوي، يعني بنشوف فصول سقوط امطار وحراره ورطوبه، كلها امور برضو الجماهير عايزه تطمن من خلال حضرتك على اجواء الطقس. لا الاجواء جميله، هي حضرتك ممكن شويه مطره بس الجو معقول ما بيعديش 26 درجه، بالليل بيبقى لطيف جدا جدا، فما فيش اي قلق من هذا الموضوع يعني، ده على جنب تماما. استاذ رانيا بنشكر حضرتك ان شاء الله تكون متواجده معنا في اللقاء ويكون بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. انا اللي شاكره جدا وان شاء الله بتوفيق للنادي الاهلي يا رب. ميرسي زميلي امير، ده كان لقاءنا مع الاستاذه رانيا البحبوحي نائب معالي السفير محمد فهمي سفير مصر بجمهوريه سفير مصر بجمهوريه زيمبابوي. خليني اقول لك ايضا يا امير الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ايضا وضح لنا كم الخبرات اللي بيتمتع فيها النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي على التعامل مع الاجواء، يعني سقوط الامطار وتغير الاجواء والملاعب الافريقيه. الكابتن سيد قال النادي الاهلي بيملك كم الكبير من الخبرات للتعامل مع المباريات الافريقيه، وايضا
ايضا لقاء مهم جدا، احنا كلنا مستعدين لهذا اللقاء. وقال ان حاله الحماس اللي عند اللاعبين وحاله التركيز ده امر مهم جدا. مستر ريني فايلر ايضا بيعقد جلسات مع اللاعبين لحثهم على ضروره ان شاء الله اقتناص 3 نقاط يضافوا للنادي الاهلي ورصيده في المجموعه، ساهمت النادي الاهلي في القادم باذن الله. ايضا يا امير من الامور المهمه جدا اللي عايز برضو من خلالك ان احنا نوضحها لكل جماهير النادي الاهلي، حرص السفير محمد فهمي معالي السفير على ان هو يكون متواجد في مقاطعه بولاوايو ويجمع افراد الجاليه المصريه والعربيه هناك، بيبقى حريص جدا ان هو يجمع افراد الجاليه المصريه والعربيه. وايضا يعني هو حرص كمان ان هو يصنع اعلام النادي الاهلي تكون موجوده مع افراد البعثه. زميلي امير، دي كانت كل تفاصيل كواليس اقامه بعثه النادي الاهلي هنا بهراري. تفضل زميلي امير لك التحيه ولك الكلمه، وان شاء الله يا امير بالتوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراه بلاتينيوم. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. مخفف ولابس قميص كده والدنيا واضح ان درجات الحراره هناك مناسبه معتدله، يعني احنا عندنا هنا الدنيا برد شويه والموضوع صعب شويه بصراحه، لكن اكيد نتمنى لهم كل التوفيق وتغطيه وافيه في الحقيقه من زميلنا العزيز فاروق صلاح مرافق بعثه النادي الاهلي في زيمبابوي. يا رب باذن الله يكونوا موفقين في هذه المباراه عشان نقطع شوط جيد في التاهل باذن الله للادوار المقبله. واحنا عارفين ومتفقين جدا ان الاهم هو الفوز بالبطوله مش بس التاهل. التاهل ده هيبقى خطوه، مش عايزين نستبق الاحداث، واحده واحده كده خطوات تبقى ناجحه ونفرح بفريقنا الكبير النادي الاهلي. طيب دي كانت بعض الاخبار الهامه، وطمنا حضراتكم بشكل كامل متكامل عن بعثه الفريق هناك في زيمبابوي، واكيد ان شاء الله الامور تبقى ماشيه بالشكل الجيد. خلينا نروح بقى نخش نشوف كده اخبار الاهلي في الصحف النهارده ايه. يلا بينا. الجمهورية بفضل الانتصارات المستمرة وفارق النقاط مع المنافسين الأهلي وليفربول خارج المنافسين. مجلة الأهلي الثالثة عصر السبت في مندابا، الأهلي يقتحم مناجم بلاتينوم لاستخراج ذهب النصر. مجلة الأهلي رغم إرهاق رحلة النص يوم الفرسان يتدربون على الملعب الوطني ويتوجهون غدا إلى بولاوايو. الأهرام الأهلي يخوض مارانو الرئيسي استعدادا لبلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا. الأخبار المسائي استكشاف بايلر يحدد مهام اللاعبين ويجهز الخطط البديلة لموقعة الأهلي في زيمبابوي. المساء قبل مواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي الأهلي خايف من الملاريا. المصري اليوم لاعبو الأهلي يشكون من الإرهاق قبل مواجهة بلاتينيوم، برنامج استشفائي لتفادي الإصابات وعبد الحفيظ يتمسك بتطبيق تعليمات كاف. الأخبار الأهلي يكثف البحث عن قناص في موسم صيد الغزلان، الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط والفريق يتدرب في هراري اليوم. الأهرام المسائي الأهلي يفرض الحظر، الخطيب يتدخل إنهاء أزمة الهجوم بصفقة خيالية والمفاوضات سرية، مفاضلة بين أوروبيين ولاتينيين وتمويل خارجي وبايلر خارج السوق. ماشي. الشروق الأهلي يطلب من فايلر تحديد مهاجم بديلا لإليكي، الخطيب يطلب تقريرا خاصا عن قطاع الناشئين. الشناوي مباراة بلاتينيوم صعبة، عبد الحفيظ يحذر اللاعبين من الاعتراض على التحكيم. الوطن الأهلي ينتقل إلى معقل بلاتينيوم وفايلر يرفض صفقة السومة، الخطيب يجتمع بالمدرب لحسم صفقة المهاجم المنتظر، وصلاح وعمار يحصلان على الضوء الأخضر للرحيل. الدستور التخطيط تستقر على تأجيل الصفقة الثانية لنهاية الشهر وصبح يعود بعد أسبوعين، الأهلي يحفز اللاعبين بمكافآت خاصة لعبور بلاتينيوم وفايلر التعادل خسارة.
يعني الاخبار كلها النهارده في الصحف عن النادي الاهلي بتتكلم عن المباراه، ده امر طبيعي جدا لان خلاص المباراه فعلا مهمه جدا وهي خلال 48 ساعه تبتدي بعد بكره المباراه، فاهتمام كبير دايما واهتمام جاي سواء كده كده الاهلي بيلعب بيبقى فيه اهتمام طبعا من الصحافه المصريه، لكن في نفس الوقت جاي بسبب اهميه هذه المباراه ومصيريتها، يعني في الحقيقه لازم يكون في هذا الاهتمام. نبتدي بالجمهوريه واللي بتقول بفضل الانتصارات المستمرة، أنا عجبني أوي التقرير ده بصراحة، يعني بفضل الانتصارات المستمرة وفارق النقاط مع المنافسين الأهلي وليفربول خارج المنافسة، هنا عاملين يعني مقارنة ما بين الأهلي وليفربول وشايفين إن الاثنين يعني ماشيين بنفس الخطة الثابتة نحو تحقيق بطولة الدوري سواء في مصر بالنسبة للنادي الأهلي أو في إنجلترا بالنسبة لليفربول الإنجليزي. ماشي هما خارج المنافسة، حتى الآن ليفربول هو اللي خارج المنافسة، الأهلي لسه في بداية المشوار لعب 10 ماتشات 10 انتصارات ما شاء الله، لكن رغم كده وان هو كمان ليه ماتشين فهو المركز الاول فارق 4 نقاط على ايه؟ على المقاولين العرب اللي بيجي في المركز الثاني في بطوله الدوري وعنده اسبقيه في مباراتين يعني. فيعني عشان كده الاهلي سابق شويه، لكن لسه طبعا المنافسه ما اتحسمتش. هناك في انجلترا بقى عندك ليفربول ايه ماشيين بشكل ممتاز بصراحه، تعادلوا ماتش واحد بس في كل الماتشات اللي لعبوها كسبوا الباقي، فهم بيحتلوا طبعا الترتيب الاول متصدرين بفارق كبير جدا عن اقرب منافسيهم ليستر سيتي، فرق 13 نقطه و14 نقطه مع مانشستر سيتي، وكمان ليفربول ليهم مباراه لو كسبوها هيبقى فرق 16 نقطه مع ليستر و17 نقطه مع مانشستر سيتي. في تشابه نسبي ما بين الاهلي وليفربول، لكن في نفس الوقت الجزئيه دي الاهلي معتاد عليها شويه، ليفربول بقى لهم 30 سنه هو ده الفرق بقى الحقيقي ما بين الاهلي وليفربول في الحقيقه، يعني من حيث البطولات يعني الاهلي اخر فتره يعني كل الفترات الكبيره في بطوله الدوري هو بيبقى بينافس منافس رئيسي على البطوله وفي الاغلب هو اللي بيفوز باللقب، ليفربول بقى لهم 30 سنه ما بياخدوش هذه البطوله، والسنه اللي فاتت بالتحديد بس كان في منافسه قويه بالنسبه لهم مع مانشستر سيتي ومانشستر سيتي فازوا بالمركز الاول بفارق نقطه واحده، هو ده الفرق ما بين الفرقتين، لكن طبعا فريق ليفربول فريق جامد والاهلي فريق طبعا جامد جدا. خلينا نروح لخبر اخر من المساء واللي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على قبل مواجهه بلاتينيوم في زيمبابوي، الاهلي خايف من الملاريا، مفيش خوف ولا حاجه، يعني الامور دي الاهلي معتاد عليها، في تطعيمات بتبقى يوميه ضد مرض الملاريا والادويه بتبقى بشكل يومي ومتابعه من دكتور خالد محمود طبيب الفريق مع البعثه كلها، والالتزام موجود بالنسبه للاعبين في الحصول على حبوب الملاريا يوميا لان ده امر غايه في الاهميه، وان شاء الله مفيش قلق ولا حاجه، احنا بس بنقلق نفسيا زياده عن اللزوم، في حاجات قبل كده حصلت وكلام من ده، لكن في نفس الوقت مش قصدي في الاهلي يعني قصدي بشكل عام للناس اللي بتسافر يعني في افريقيا، الامور هناك بتبقى صعبه صراحة والأمطار كمان مع الحرارة الجو بيبقى غريب جدا شوية، فبالتالي الأهلي عامل كل احتياطاته بخصوص هذا الجانب ما حدش يقلق يعني. نروح للمصري اليوم، المصري اليوم بتقول ايه؟ بتقول لاعبو الاهلي يشكون من الارهاق قبل مواجهه بلاتينيوم، طبعا رحله شاقه جدا 12 ساعه ولسه كمان هيروحوا بكره الصبح لغايه بولاوايو عشان يلعبوا المباراه، يعني الموضوع بيبقى صعب، مش السفريه بس دي اللي بتبقى صعبه، كل السفريات في افريقيا يعني بتبقى في الحقيقه يعني فيها ارهاق كبير جدا فيما عدا سفريات شمال افريقيا بصراحه، يعني بتبقى السفر دايركت على طول وعدد الساعات بيبقى اقل كمان فبيبقى اريح شويه. برنامج استشفاء لتفادي الاصابات وده حصل امبارح، المران امبارح بالمناسبه كان نص ساعه بس بالنسبه لفريق النادي الاهلي عشان هو كان مران استشفائي وعشان ما يبقاش فيه اجهاد زياده بسبب السفر. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان بيتمسك تطبيق تعليمات الكاف، قصده ايه؟ قصده فيما يتعلق بالمران الاخير وان بياكد على منظمي الملعب او المسؤولين عن الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه ان يا جماعه احنا ملتزمين بتعليمات الكاف، يبقى في صحفيين لمده 15 دقيقه او اعلاميين لمده 15 دقيقه مع اول المران وبعد كده ما يبقاش في حد في الملعب، وده امر مهم جدا بيركز عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ لان المدير الفني بيبقى عنده خطط وامور تكتيكيه بيركز فيها، فطبيعي جدا تبقى امور يعني شبه سريه شويه، فطبيعي جدا ما يبقاش في حد موجود من تابعي فريق بلاتينيوم في هذه المباراه، ودايما اللوائح بتاعت الكاف بتنفذ بشكل جيد في الحقيقه. طب خلينا نروح نشوف تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قبل هذه المباراه ونرجع مره ثانيه، يلا بينا. مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان تغطيه توريد بعثه اقامه بعثه فريق النادي الاهلي هنا بزيمبابوي استعداد لمواجهه فريق بلاتينيوم، معي في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد عايزين من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي نطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله واستعداد لاعبي النادي الاهلي لمباراه بلاتينيوم.
الحمد لله. يمكن جينا طبعا من امبارح واحنا وانا وكنت سيب سباقنا الفرق بيوم يعني الحمد لله الترتيبات الى حد كبير كده جدا كويسه. يبقى توفيق ربنا ان شاء الله الرحمن. عارفين اهميه المباراه وصعوبتها وخصوصا في الحسابات الثلاثيه ما بيننا وما بين النجم والهلال. ان شاء الله الرحمن نكون موفقين ونرجع بالنتيجه الايجابيه اللي احنا جينا عليها ان شاء الله. كابتن سيد، من القرارات الحكيمه اللي دايما المعتاده من حضرتك من كابتن سمير عدلي اختيار هراري لاقامه فريق النادي الاهلي لمده يومين قبل التوجه الى بولوايو، اعتقد من القرارات المهمه والحكيمه اللي تفرق مع فريق النادي. بص، يمكن طبعا بعد المسافه اللي ما بيننا وما بين يعني بلاتونيوم او المعقل او الاستاد اللي هيتلعب عليه اللقاء، يعني ما فيش ملعب هناك ممكن للتدريب بشكل كافي. ثانيا ان في طياره خاصه يعني مجهزينها هم الفريق بريتانيوم، وهم برضو الحقيقة كانوا تعاونهم جيد جدا جدا، فبالتالي كان من الأفضل أن أنت تقعد هنا كإقامة وكاستاد وأرضية. وهنروح هناك الصبح إن شاء الله الرحمن بالطيارة اللي هناك إن شاء الله الرحمن، نتمرن على ملعب اللقاء ونخد اللقاء يوم السبت بإذن الله ونرجع تاني هراري. كل اللي أقوله إن هي مباراة في منتهى الأهمية، مباراة في منتهى الصعوبة، علينا إن احنا نكون مركزين جدا جدا فيها، علينا إن شاء الله الرحمن إن احنا نتعامل بكل الحذر والجدية والاهتمام والإصرار ان شاء الله الرحمن نرجع بالنتيجه الايجابيه ان شاء الله. النادي الاهلي بيملك الكثير من الخبرات في التعامل مع الاجواء الافريقيه والملاعب الافريقيه، كم كبير جدا من الخبرات النادي الاهلي بيفرق معاه في مباراه زي مباراه بلاتينيوم. بالتاكيد، يعني زي ما قلت اللي بيلعب في افريقيا بيبقى مهيئ لنفسه او مستعد لكل الاجواء سواء كانت سلبيه او ايجابيه، يعني لان انت بتلعب مش عارف فندق اللقاء، مش عارف فندق الاقامه، اسف، مش عارف ارضيه اللقاء، مش عارف المناخ، مش عارف حاجات كثيره، طبيعه الجمهور، الاستاد، ايا كان يعني، فانت لازم تكون مهيئ لكده، يعني لازم يبقى في امور ايجابيه وطاقه ايجابيه تنتشر ما بين اللعيبه، ما فيش الامور السلبيه اللي هي درجه الحراره والفندق والاقامه والاستاد ووسائل الانتقال، كل ده بيبقى اجواء سلبيه. انت جاي لهدف معين ان شاء الله الرحمن نحققه ونرجع بيه باذن الله. طمن حضرتك على مروان محسن وطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله مروان. ما فيهوش مشكله، نزل من امبارح وان شاء الله الرحمن يبقى الامور كلها كويسه باذن الله. شكرا سيد، بنشكر حضرتك وبالتوفيق للنادي الاهلي. تابعوا مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي عقب نهايه مران فريق النادي الاهلي على الاستاد الوطني بزيمبابوي. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، هنكون مستمرين مع حضراتكم نتابع كل الكواليس، كل اخبار بعثه النادي الاهلي هنا بزيمبابوي. شكرا فاروق، دايما كابتن سيد كده بيبقى مستعجل شويه في اللقاءات لان هو اكيد بيبقى عنده يعني امور اخرى خاصه بالفريق بيبقى مهتم بيها بشكل جيد، ومن الناس اللي بيبقوا مهتمين بكل صغيره وكبيره خاصه او تتعلق بفريق النادي الاهلي. نتمنى له الرب كل التوفيق خلال الفتره الجايه. الجزئيه المهمه اللي عايز اعلق عليها بس في كلام كابتن سيد ده هو فيما يتعلق بملعب التدريب واهميه سفر سواء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره او كابتن سمير عدلي مدير الاداري مبكرا، بيبان في الحاجات دي ان لما هم بيسافروا بدري شافوا الملعب اللي موجود في هراري اللي ينفع للتدريب، وشافوا الملعب الموجود في بولاوايو هناك اللي ينفع للتدريب ايضا، ما لقوش ملعب كويس، لان انت يحق لك ملعب المباراه تتمرن عليه يوم واحد بس، فواضح ان الملعب اللي في بولاوايو الجيد هو الملعب اللي هتستضيف المباراه، بخلافه ما فيش اي ملاعب اخرى، فبالتالي كان القرار الاستمرار في ايه؟ في هراري عشان الدنيا تبقى ماشيه بشكل جيد، وملعب الوطني هناك ملعب واضح ان هو ارضيته جيده فالفريق يستعد بالشكل المناسب. فمن هنا جايه اهميه السفر المبكر بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي، ده امر غايه في الاهميه في الحقيقه. طيب خلينا نروح لخبر اخر من جريده الاخبار واللي بتتكلم وبتقول ايه؟ بتقول ان الاهلي يكثف البحث عن قناص في موسم صيد الغزلان. يعني الكلام دايما ومستمر على اللاعب اللي هينضم للنادي الاهلي، اللاعب اللي بصدد النادي الاهلي الاعلان عنه ايا كان اليوم هيبقى ايه او امتى او الميعاد امتى. فالاهلي بيبحث عن قناص، اكيد من ضمن الاهتمامات الاهلي سواء يجي مهاجم، وممكن برضو عايز اكد على حضراتكم ممكن الخطط تتغير ويجي مدافع، او ممكن يجي لاعب وسط حسب رؤيه الجهاز الفني، لكن عشان يبقى متفقين يعني ونبقى منطقيين مع حضراتكم الاقرب هيكون مهاجم عشان يبقى منطقيين مع حضراتكم. في موسم صيد الغزلان قصدهم في اشاره للكتاب الشهير طبعا بتاع الكاتب الكبير احمد مراد، يعني كعنوان ماشي حلو كويس مفيش مشكله. الخطيب يجتمع بلجنه التخطيط، ده امر طبيعي عشان يتم التنسيق لكل الامور سواء بالراحلين او باللاعب اللي هينضم للنادي الاهلي، والفريق يتدرب في هراري، ودي جزئيه احنا اتكلمنا فيها بتفاصيل كبيره جدا. خلينا نروح للاهرام المسائي، والاهلي يفرض الحظر، الخطيب يتدخل لانهاء ازمه الهجوم بصفقه خياليه. بص بقى انا عايز اركز في الخبر ده شويه يا جماعه عشان مش عايزين نضخم الامور، مش عايزين نعلي طموحات قوي عند جمهور النادي الاهلي زي مثلا ما كان حصل قبل كده ايام المدير الفني، وحصل بعد كده انتقادات على فايلر اول ما تم الاعلان عنه. ليه؟ كان ساعتها قال لك اصل الاهلي هيجيب مدير فني عالمي، كان عناوين الصحف كده يقول لك الاهلي هيجيب مدير فني عالمي والراجل مش عارف السي في بتاعه عامل ازاي مش عارف ايه، فالناس فوجئت بفايلر وهو لسه صغير في السن ومدير فني ما عندوش السي في الكبير قوي، يعني راجل اندرلخت وبعض الفرق في سويسرا وكلام من ده.
ده ما يحكمش طبعا او ما يدلش على امكانيات فايلر الواضحه بالنسبه لنا دلوقتي. راجل مميز جدا، كان ممكن تجيب سي في جامد قوي بس في الاخر مش هو ده اللي يضيف لك يعني. فمش عايزين الجزئيه الخاصه بايه؟ بالتهويل او التضخيم بخصوص اللاعب اللي هيجي النادي الاهلي، صفقه خياليه والخطيب بيوعد بكده وكمان الكلام ده يا جماعه مش حقيقي. الاهلي بيشتغل، المسؤولين في النادي الاهلي بيشتغلوا عايزين يجيبوا صفقه كويسه، هتجيب صفقه باذن الله كويسه. لاعب مميز، لاعب ينضم للفريق يكون اضافه مباشره، مش انت طبعا لما بتجيب صفقه من بره بتبقى جايب لعيب عشان يلعب في ال11 يضيف على طول، هو ده اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي من غير بقى موضوع خياليه صفقه خياليه والكلام من ده والكلام اللي موجود. مفاوضات سريه، مفاوضات سريه ده معروف في النادي الاهلي زي ما مكتوب كده في العنوان، دايما المفاوضات مع اي حاجه من اللاعبين مديرين فنيين كمان بتبقى سريه. مفاضله بقى بين لعيب اوروبي ولعيب لاتيني والتمويل الخارجي وفايلر خارج، سيبك بقى من الكلام ده كله، لعيب اوروبي ولعيب لاتيني الكلام ده ممكن يكون وارد ان في جنسيات عديده قدام مطروحه قدام الناس في النادي الاهلي، لكن فايلر خارج الصوره ده امر غير منطقي. يعني ايه فايلر خارج الصوره؟ بالعكس التنسيق ماشي بشكل ممتاز واللي بيبقى عايزه المدير الفني الاهلي بينفذه بيلبيه عشان الراجل يبقى المقاومات كلها اللي هو طالبها موجوده بالنسبه له وتقدر في الاخر ايه تقيمه بالشكل الانسب. ما ينفعش ان انا اجيب لعيب على مزاجي انا والمدير الفني ما يبقاش عايزه وفي الاخر اجي احاسب المدير الفني حاسبه ازاي بامره ايه بس. فهو السيستم في النادي الاهلي بيبقى ماشي كده يعني. فما تقلقوش خالص من الجزئيه دي، اطمنوا يا جماعه الاهلي هيجيب لعيب ان شاء الله باذن الله يكون اضافه للفريق، ما تقلقوش خالص. الشروق برضو تتطرق للجزئيه دي وبتقول ان الاهلي يطلب من فايلر تحديد مهاجم بديلا لليكي وخصوصا في ظل تراجع اسهم انضمام اليكي بسبب تمسك المدير الفني هناك في سويسرا المدير الفني الجديد للوزرن باللاعب وشايف ان امكانياته كبيره فمتمسك بيه يعني. لكن برضو ما تضمنش حاجه في المفاوضات، ما تضمنش اي حاجه خالص، ممكن المفاوضات تبان لك دلوقتي ان هي بايظه خالص يبقى يحصل انفراجه بعد كده، وممكن العكس تبقى ماشيه بشكل جيد وتبوظ المفاوضات خالص. لكن الاهلي مش مقصر في اي حاجه خالص، دي اهم حاجه لازم ناكد عليها لحضراتكم. الخطيب يطلب تقريرا خاصا عن قطاع الناشئين لان قطاع الناشئين في الحقيقه من اهم الامور اللي بيركز عليها قطاع الكوره بشكل عام في النادي الاهلي، لان الناشئين هم اللي بيكونوا الامداد الطبيعي للفريق الاول. ولما تيجوا كده تعدوا عدد اللاعبين المتواجدين في الفريق الاول دلوقتي هتلاقوا عدد كبير جدا جدا منهم من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني مثلا كهربا ده واحد من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، عندك حسام عاشور، نقعد نعد ناس كتير جدا يعني. شناوي وكلام على مباراه بلاتينيوم اتكلمنا فيه في بدايه الحلقه. نروح للوطن، والوطن بتتكلم على ان الاهلي ينتقل الى معقل البلاتينيوم وفايلر يرفض صفقه السوما. السوما من الاسماء اللي ممكن تكون مطروحه، فايلر يرفض ما يرفضش الكلام من ده، الكلام ده كله بيبقى سري احنا ما نعرفش لسه عنه حاجه، احنا هنتفاجئ باذن الله باعلان النادي الاهلي عن الصفقه الجديده. الخطيب يجتمع مع المدرب لحسم صفقه المهاجم المنتظر، صلاح وعمار يحصلان على الضوء الاخضر للرحيل، الكلام ده مش حقيقي حتى الان، صلاح وعمار موجودين في النادي الاهلي الى ان يجد جديد. لما يبقى في جديد هنقول لحضراتكم بشكل رسمي، لكن هم موجودين ويعني اتكلمنا في الجزئيه دي بالتحديد امبارح يعني. نروح لاخر خبر معانا من الدستور. الدستور تتكلم على ان التخطيط تستقر على تاجيل الصفقه الثانيه لنهايه الشهر وصبحي يعود بعد اسبوعين. موضوع تاجيل الصفقه لاخر الشهر يعني في تريس في اختيار اللاعب اللي ينضم للنادي الاهلي. ممكن بقى خلال الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده، اخر شهر واحد اللي هي فتره الانتقالات تقفل مع نهايه الشهر، المهم الاهلي هيجيب صفقه. التوقيت بتاعها الناس في النادي هم اللي ادرى بيه حسب سير المفاوضات، حسب التطورات، حسب طلبات المدير الفني، حسب لجنه التخطيط والتشاور والامور ماشيه ازاي. الكواليس دي كلها هنبقى نقولها لحضراتكم بعد ما يتم الاعلان بشكل رسمي عن الصفقه الجديده اللي لسه مش معروف ممكن يكون في انهي مده زمنيه، بس هي المؤكد ان هي هتكون خلال الشهر ده، ده موضوع بديهي يعني. الاهلي يحفز اللاعبين مكافئات خاصه لعبور بلاتينيوم، طبقا للائحه عادي مفيش مكافئات خاصه ولا حاجه، طبعا حسب كل اهميه مباراه وحسب رؤيه الجهاز الاداري والجهاز الفني هم اللي بيتحددوا الكلام ده، مش عايزين نستبق الاحداث، المهم نكسب بس الاول. وتصريح فايلر ان التعادل خساره، انا احب التصريحات دي انه بيشد من اذر اللاعبين واهميه هذه المباراه بشكل كبير جدا. طيب خلينا نروح لاخبار الاهلي في المواقع، يلا بينا. اليوم السابع، الاهلي يتلقى تاكيدا من جبلايا بتطبيق الفار في الدور الثاني للدوري. موقع الكابتن شطه، مباراه الاهلي وبلاتينيوم صعبه وفايلر لديه حلول للغيابات. وان ثري، احمد فتحي يقود الجبهه اليمنى للاهلي امام بلاتينيوم. الجمهوريه اونلاين، صخر الدفاع الاهلي يشيد بفايلر بعد 10 انتصارات في الدوري.
طيب في الحقيقه كل الاخبار محتاجه تعليق، سواء باخبار الاهلي على المواقع او الاخبار المحليه والعالميه اللي هي معانا النهارده كمان. لكن انا حريص جدا ان ينضم ضيفنا العزيز الاستاذ محمد القوصي ضيف حلقتنا النهارده في شكل مبكر بخصوص الحديث عن بعض الامور الهامه جدا. عندي ملفات كتيره جدا عايز اتكلم معاه فيها، فعشان كده هنروح لفاصل سريع. بعد الفاصل هنتكلم عن تفاصيل هذه الاخبار وكمان بعض الملفات المهمه اللي بتهم كل جماهير الكره المصريه بشكل عام. بعد الفاصل استنونا. الاستاذ الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم يا استاذ قوصي، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن امير، تحياتي ليك ولكل مشاهديك ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وجمهور الاهلي واعضاء الاهلي، دايما يا رب منور. اخبارك ايه؟ الحمد لله. جو تلج بصراحه، عامل ايه في البرد ده؟ مش تلج، ده تلج وامطار. النهارده في امطار غزيره يعني الى حد ما، لكن الامور ماشيه يعني الحمد لله. الحمد لله كله خير باذن الله تعالى. عندنا ملفات كتير بقى قوي النهارده، وحضراتكم عارفين دايما ان احنا كل يوم خميس مع استاذ محمد القوصي بنلم كل الملفات وكل الامور والاحداث اللي حصلت على مدار اسبوع. ملفات ساخنه ولا بارده؟ ساخنه جدا. ده في البرد ده؟ بالظبط، ما لازم نتفى شويه. فخلينا نبتدي طبعا باهم شيء بالنسبه لنا دلوقتي، المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه بلاتينيوم اللي هتكون يوم السبت باذن الله تعالى. كيف ترى هذه المباراه؟ وكيف ترى استعدادات النادي الاهلي والمطلوب من النادي الاهلي في مباراه زي دي؟ سؤال مركب مكعب. لازم ناخد الحقيقه طبعا كله. يعني كل امنيات النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق في هذه المباراه مع بلاتينيوم يوم السبت الساعه 3 عصرا، عشان كده الاهلي اتمرن النهارده الساعه 3 وبكره ان شاء الله يتمرن على ملعب المباراه الساعه 3. يمكن كان امبارح تمرينه الساعه 5 لان اللعيبه كانت رايحه مجهده بعد سفر 12 ساعه وتعب وارهاق وبتاع، فالراجل اجل التمرين شويه عشان ايه يقدروا ياخدوا نفسهم شويه. الحمد لله ان فريق الاهلي تقريبا يعني برغم بعض الغيابات، طبعا غياب الشحات، غياب رمضان صبحي، اثنين من اهم العناصر القويه جدا والمؤثره مع النادي الاهلي، الا ان النادي الاهلي دايما بمن حضر وبرجالته وبلاعبيه وبقدرته، والاهلي دايما ليه اهدافه بيحققها يعني. يعني ودي الخط الطريق او الاسلوب اللي بينتهجه فايلر، ان الفرقه ما تتاثرش باي حد. طبعا اي حد بيبقى اضافه، لكن حتى لو هذا الحد ايا كان غاب لابد ان الاهلي كفريق بيتعامل مع الموقف ده، ودي قيمه المدرب ودي قيمه النادي ودي قيمه الشخصيه، وهو ناجح في كده لحد دلوقتي لحد كبير. وده الفريق اللي عنده شخصيه البطل. صح. ان انا يعني ان ما فيش واحد لما يطلع انا انهار. وده في كل الفرق الكبيره في العالم. صح. بالشكل. صح. ده يعني. فطبعا ان شاء الله الامور كويسه، واي مجموعه هتكون موجوده هتؤدي وهتحقق الهدف ان شاء الله. هدف الاهلي في المباراه الانتصار ولا بديل. حلو. ليه يا عم امير الانتصار ولا بديل؟ لان اي نتيجه غير الانتصار هتحط الاهلي تحت ضغط رهيب جدا طبعا. في الماتشين اللي باقيين الاهلي باقي له مباراتين مع النجم الساحلي في القاهره والهلال في السودان، ودول المنافسين الاولين ليك لان عندهم كل واحد 6 نقط معاك في النقطه، فهيكون مواجهات شرسه جدا. ولابد انك تحسم في ماتش بريتونيوم عشان تروح السودان وانت مرتاح، لان السودان دي دايما فيها مشاكل بالنسبه لنا يعني، دايما بتبقى الظروف صعبه والاجواء حاره والاجواء ما تعرفش ازاي، فالدنيا ما تضمنهاش. فانت لازم بفضل الله تروح السودان وانت عندك 12 نقطه، فاول ال 12 نقطه دول انك تاخد 3 نقاط من بلاتونيوم ان شاء الله في ماتش يوم السبت ده موجود عشان ما تخشش في حزمه ميربق. فوزك ان شاء الله يوم السبت يحطك في منطقه لوحدك، مالكش سيب الهلال والنجم يخلصوا على بعض. صح. باي صح. شكل اي نتيجه انت مستفيد منها، سواء كسب ده او كسب ده او اتعادله، انت اللي هتركب مجموعه وتتصدر بشكل كبير جدا يعني. فده المهم وده الافضل بالنسبه للنادي الاهلي حتى لو دخل اي نتيجه ثانيه. مش هقول ان فرص الاهلي راحت ولا بتاع يعني، سيلا قدر الله حصل تعادل مثلا، كنت قدم ما فيهاش حاجه بالرغم الفارق الكبيره جدا بين الاهلي وبلاتينيوم، الا ان لو حصلت حاجه زي كده الاهلي هيبقى 7 نقاط، جاي له النجم هيبقى اكثر الشراسه، رايح للهلال يبقى اكثر الشراسه. ده اللي المفروض الاهلي يشتغل عليه، وده المفروض الاهلي، وده اللي انا شايفه جاي حتى من خلال تطلعات كابتن سعد الحفيظ او فايلر او اصرار اللعيبه، في اصرار كبير جدا على ان الاهلي يحسم هذه المباراه بدرجه كبيره جدا عشان يصل الى النقطه التاسعه. متى وصل الاهلي الى النقطه التاسعه؟ بقت اموره لحد كبير مستقره، النجم جاري في القاهره هنا. ان شاء الله الامور تبقى افضل واسهل كتير جدا، لان ملعبك وارضك وجمهورك كل دي حاجات عوامل يعني بتبقى سبورت ليك وانت شغال. يمكن الناس قالت ان بلوتونيوم سهل خصوصا في الماتش الاولاني، ودي نغمه خادعه في بالنسبه للنادي الاهلي، وشفنا قد ايه كان صعب. يعني انا شفت المباراه اللي عدت، الاهلي ضاع منه فرص كتيره جدا، لكن في النهايه انت ما سجلتش غير هدفين، والفريق شرس وبيقاتل وبيعمل رغم انه خسر باكثر من هدفين في ملعبه قدام النجم الساحلي.
فمفيش حاجه زي ما اتفقنا ان مفيش حاجه اسمها سهله في كره القدم فعلا. حتى تحقق الهدف ما تستهينش باي فريق لان ممكن تحصل مشاكل كتير جدا. لا سيما الفريق بيلعب على الارض والمعتاد عليها، بيلعب وسط جمهوره، عنده طموح كبير، عمل تغييرات كبيره جدا في فتره الانتقالات دي في عدد كبير جدا من اللاعبين، مشى مجموعه من اللعيبه المؤكد ان هم اقل ست لعيبه، وجاب مجموعه ثانيه جديده فالمؤكد ان هم هيكونوا اضافه ليه. صحيح ان الفريق يعني فرصه تراجعت في امكانيه المنافسه كثيرا، لكن هو يهمه انه يبقى يحافظ على ما واجهه، يحافظ يقدم صوره وممكن مختلفه. ممكن تكون دي الفرصه الاخيره بالنسبه له عشان لو عايز يرجع للمنافسه. عايز يرجع للمنافسه قدامه 9 بونت يعني واخد بالك؟ يعني هو دلوقتي 0 نقاط بالزبط. فقدامه 9 نقاط ليه لا يعني واخد بالك؟ لا سيما انه عنده ماتشين على ارضه. صح. فكل الحساب لابد ان المباراه تؤخذ بمدخل جد جدا من لعيبه الاهلي، والمؤكد ان هذا متاح. طبعا. المؤكد ان الجهاز الفني بقياده فايلر يسعى لهذا ويلعب على هذا. ولا يعني انا شايف ان الحل الوحيد او الطريقه الوحيده قدام الاهلي هو المكسب ان شاء الله في المباراه. لكن لو جت النتيجه اي نتيجه ثانيه يعني هتصعب الامور على الاهلي. يبقى الاهلي مطالب ان ياخد الجولتين اللي هم 6 نقاط اللي المتوقع. هو الاهلي محتاج 6 نقاط ياخدهم من دلوقتي طبعا على حسب نتيجه مباراه الهلال بالظبط. يعني انا ما احطش نفسي في انتظار اي حاجه، نريح نفسنا يعني. انت تريح نفسك ويبقى قرارك بيدي لا بيدي عمرو. صح. فانا اخد قراري بايدي، تبقى فرصتي انا اللي ماسكها، لا انتظر نتائج الاخرين سواء هتاهل او مش هتاهل او احسن موقفي او نخد بعد الماتش نخش في حسبه بيرما. الفكره الحسبه اللي كانت معقده في الكره المصريه زمان كنا بنقعد نحسب فيها كتير جدا. يعني الاهلي في سنوات كتيره جدا خلصنا منها، ودايما الاهلي بينهي موقفه مبكرا في دوري المجموعات يعني. فان شاء الله المباراه تكون اضافه النقطه التاسعه للنادي الاهلي وتكون مقويه لفرصه النادي الاهلي في الوصول للدور التالي باذن الله وتجاوز دور المجموعات. طيب فيما يتعلق بالتشكيل يا استاذ اسيو، انا دايما بحب اتكلم على التشكيل لان الجمهور دايما بيبقى عايز يعرف ايه الاقرب الكلام من ده. نتوقع مع بعض التشكيل طبقا للفتره اللي فاتت، طبقا للمباريات الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، بتشوف مين اللي ممكن يكون انسب من وجهه نظرك، بخلاف طبعا وجهه نظر مستر فيلر هو الاضرب كل شيء، ممكن مين اللي يلعب هذه المباراه؟ يعني ما عندك طبعا الشناوي بيبقى في حراسه المرمى. تمام. عندك الاطراف علي معلول طبعا اساسي من الناس اللي مقتنع بيها جدا. عندك الشمال الراجل يعني احيانا بيلعب بفتحي واحيانا بيلعب ب من وجهه نظر محمد هاني، يعني هي مش وجهه نظري بقدر ما هو عايز يعمل ايه. هل ليه دوافع هجوميه وهنلعب بيهم هما الاثنين مع بعض يعني. طبعا ممكن. فهو يعني دايما فايلر بيفاجئك بحاجات ما حدش يتوقعها او بتكتيك معين. ممكن يبقى في مفاجاه في الماتش ده؟ وارد جدا ان هو يعمل حاجات معينه يعني واخد بالك. عندك طبعا اشرف، ايمن اشرف من الناس الثابته. يبقى المركز الثالث ومدى جاهزيه اللي موجود، رامي جاهز ومطالي جاهز رامي ربيعه جاهز. انا شايف ان اعتقد ان فرصه رامي ربيعه هي الاقرب على اعتبار انه بيلعب مع ايمن اشرف المباريات الماضيه. عندك طبعا اللي استقر عليهم الشكل اللي واضح في الارتكاز خلال المباريات الاخيره كلها بيعتمد على عمرو السوليه. بس تتوقع فتحي ولا هاني؟ توقعك انت فتحي ولا هاني كباك رايت؟ انا اتوقع ان ممكن يلعب بهاني في المباراه دي. هاني لانه هيكون عنده رغبات هجوميه اكتر ورغبات حاجات اكتر يعني. تمام. نص الملعب عندك طبعا عمرو السوليه اللاعب المميز القوي الجميل. اليو ديانج يعني دبابه الاهلي الجديده. اللاعب المميز الحقيقه، لاعب عنده كره قدم، لاعب يمتعك عنده كره قدم، تتمنى ان الكره توصل له. ممتاز ممتاز. حتى لما بيقطع بيمرر بشكل جيد، بيتحرك بشكل جيد، تحس ان دماغه فيها كوره يعني. بيقدر يعمل حاجه سواء مرر او عمل. حتى على المرمى من مسافات بعيده هايل. صح. يعني يمكن لو شفنا عمل تسديدتين في الماتش اللي فات، تصويب منهم التصويبه الثانيه حاجه يعني قذيفه. اول مره تشوف قذيفه بهذا الارتفاع بالقوه بالدقه يعني. صح. يعني فده شيء مهم وشيء مميز، واكيد ده يعني هيكون لاعب مهم جدا في الاهلي خلال المرحله المقبله. مع الاندماج ومع الرغبه ومع تطوير ادائه، كل ده هيكون مميز جدا. فده من العناصر القويه اللي اضافت قوه هجوميه للنادي الاهلي كمان. صح. يعني مش قوه دفاعيه، يعني هو الاصل ادائه دوره يعني الدفاع من وسط الملعب يعني الوسط المدافع، لكن ادائه الحقيقه اداؤه مميز وهيكون حاجه قويسه جدا. وشفنا يمكن بعد ماتش في الماتش الاخير اللي كان بيلعبه لما خرج من الملعب، شفنا الملعب انفتح بعض الشيء يعني الى حد ما. فاعتقد هو كان خروجه لراحته طبعا يعني. فاعتقد ان الاثنين دول لا غنى عنهم، موجودين خلاص. هو بدا يعني يعتمد عليهم بشكل كبير جدا يعني. المنطقه الاماميه دي بيبقى فيها تغييرات كبيره جدا وفيها يعني تحركات كبيره جدا يعني. بنشوف فيها احمد الشيخ، بنشوف فيها وليد سليمان، بنشوف فيها أفشا، بنشوف فيها اجاي. دول 4 يعني موجودين. طبعا. يعني غالبا دول يعني في حد كهربا وكهربا يعني. هل كهربا هو جاهز بالشكل 100% ده الراجل يبدا بيه اساسي؟ انا ما اعتقدش
ان ده هتكون لي بدايه اساسيه، ما ده تخيلي يعني. يعني دايما بس حتى على الشباب عارف هو جاهز، جاهز ما انا ماشي اوكي، ما هو جاهز، هو بيجهزه من فتره طويله من شهر علشان يبقى جاهز مع اول ماتشات في يناير. يعني دي ما فيهاش كلام الموضوع، يمكن حتى هو اداله في فتره كده عشان يبدا يخش وياخد اجواء وبتاع حاجه زي كده. لكن في الغالب في النادي الاهلي وفرق كبيره دايما ما بيدفعوش بالاوراق الجديده من اول لحظه، يعني ممكن تكون لي مده اطول في المباراه دي، حسب عقليه كل مدير فني وحسب عقليته بالظبط. يعني احنا مع عقليه فايلر يقول لك ايه، لا لسه انسجام مش انسجام، ويقعد اللعيب سنه مثلا ينسجم، وارد جدا ان فايلر يعتمد عليه. فاحنا عندنا خمسه مؤكد، يعني المؤكد ان وليد سليمان لن يبدا المباراه كما عهدنا في المباراه الاخيره، ان هو بيحاول ياخد الباور اللي عنده وليد سليمان والقوه اللي عنده وليد سليمان والرغبه اللي عنده سليمان ورؤيه وليد سليمان للملعب وقدرته على حسم الامور، بياخده في الجزء الاخير من المباراه، الثلث الاخير من المباراه. فربما يعني الشيخ هو بقى لديه قناعه كبيره جدا باحمد الشيخ يكون موجود. افشى لاعب اساسي موجود جدا في النادي الاهلي، صعب جدا الاستغناء عنه، مستواه قل كتير جدا، بقى اكثر تاثيرا في اداء الاهلي وفي نتائج الاهلي فعلا. كهربا او وليد سليمان يعني هنشوف مين هيترتب على حسب مين اللي هيكون مهاجم. لو اجاي مهاجم يبقى كهربا او وليد سليمان، مؤكد ان اجاي مهاجم يبقى مروان جاهز، ممكن يخلي مروان فعلا ده ممكن يلعب بمروان وينزل اجي تحت، وفي ازارو ممكن يلعب بازارو وينزل يعني فدي الافكار اللي موجوده في الشكل الهجومي للاهلي اللي احنا شفناه. يعني المؤكد ان هو يختار الشكل الهجومي الانسب والاجهز والاقدر على تحقيق الهدف. تتوقع ان هو يبتدي بسيناريو هجومي ولا هيبقى في تحفظ؟ مؤكد انا يعني المتاكد المباراه دي ان شاء الله، اولا ملاعب جنوب افريقيا ملاعب كويسه، وملاعب زيمبابوي ملاعب كويسه وملاعب مميزه يعني. الارضيه بتاعتها كويسه، فما دام الارضيه تبقى كويسه اعتقد ان هو يقدر يلعب بشكل جيد وشكل منظم. هيلعب بالاسلوب الضغط اللي الاهلي بيلعب بيه، اللي احنا يعني اللي شفناه في اغلب ماتشات فايلر او في اغلب ماتشات الاهلي، اللي هو انت بتضغط طول الوقت على الحارس، الضغط المتقدم اللي يخلي لك استحواذ على الكوره ويخلي لك قدرات هجوميه اعلى في المنطقه الاماميه. يعني ده بهدف انك تسجل هدف. ثم الاهلي ما بيعتمدش زي ما متفقين على مهاجم واحد صريح، يعني الاربعه دول بيبقوا مهاجمين وبيجي كمان خلفهم السوليه وقال ديانج، تكاد تكون ان بتهاجم بعدد كبير جدا من اللعيبه بخلاف الظاهرين يعني 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 الكره بتتلعب طبعا مش كل دول بيبقوا في الهجوم، يعني اكيد بيبقى في حد ليه ادوار دفاعيه لو حد تاني بيهاجم كمان، دي كلها اسباب بتبقى خاصه. لكن ده الاسلوب اللي اتخيل ان الاهلي يلعب باسلوب ضاغط بشكل كبير جدا، لان الاهلي هدفه الفوز ولا بديل بالنسبه له يعني. حتى وان كانت هناك فرص اخرى فهو بيعتبر هذه الفرصه الاخيره علشان يحقق هدفه منها يعني. نتمنى الاهلي ان شاء الله الفوز، نتمنى الاهلي التوفيق والدعم مؤازرة من جماهيره والدعاء له بتوفيق ان شاء الله، ان اللعبه تكون موفقه باذن الله في مباراه يوم السبت. الان من التحكيم، والله التحكيم الافريقي دايما فيه قلق دايما، بس ما دمت بعيد عن الشمال الافريقي ما تقلقش ما دمت بعيد عن تونس مع احترامنا طبعا وتقديرنا للناس في تونس اكيد في كل الاحوال، لكن دايما المشاكل تبقى هناك في تونس للاسف بخصوص التحكيم يعني للاسف الشديد يعني. ما دمت بعيد عن الشمال الافريقي مع ربنا وتقديرنا طبعا للشعب التونسي، طبعا يعني كلهم اخواتنا واشقائنا تونس والجزائر والمغرب، لكن دايما ماتشات الفرق المصريه وماتشات النادي الاهلي والمنتخبات مع فرق الشمال الافريقي بتكون فيها صعوبات كبيره جدا، وبتكون فيها يعني اخطاء تحكيميه ما تعرفش هل هي يعني غير مقصوده، هل بيجيبوا لنا حكام مش جاهزين مش ماهرين. انا لا يعني اقصد ابدا ان هناك تعمد في هذا الامر، تمام. لكن طبعا اللي شفناه في ماتش النجم الساحلي كان حاجه كارثيه، حاجه صعبه صح. وشفنا قبل كده في ماتش الاهلي مع الترجي، شفنا قبل كده في ماتش الاهلي مع الوداد، ففي حاجات كده. لكن مع الافارقه وفرقه يعني تقريبا فرصها ضعيفه شويه، فرصها ضعيفه، اعتقد ان الامور يا رب نشاهد تحكيم عادل، تحكيم بلا قطور. ويمكن الاتحاد الافريقي بدا يتنبا الى هذا الامر بعد مباراه الاهلي والنجم الساحلي وتصعيد الاهلي الامر بشكل كبير جدا للكاف وتصعيده للفيفا، والاهلي عمل دوشه كبيره جدا. فاعتقد الكاف هيبدا يتنبا ان يجيب حكام على الاقل في ماتشات الاهلي يكون ليها قدرها وليها قيمتها، ومباراه تكون يعني داخلها مخزون كبير من العداله كويس. اللي تقدر تطلعه هو ده المطلوب في الملعب يعني، احنا مش عايز غير العدل طبعًا يعني طبعًا. لا ننشد غير العدل في كره القدم. ادي كل واحد حقه، واللي يستحق المكسب في الملعب هو اللي يكسب وهو اللي يفوز بالمباراه. فان شاء الله يكون التحكيم عادل وكل لعيبه الاهلي موفقين يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله يكون يوم السبت والحد يوم مبهج باذن الله تعالى دايماً. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته، وحديثنا مع الاستاذ محمد القوسي بخصوص هذه المباراه المرتقبه، والجميع متحمس ليها في الحقيقه بشكل كبير جدا، ان شاء الله يكونوا موفقين. لكن عندي ملفات اخرى يا استاذ القوسي عايزين نتكلم فيها شويه. ملفاتك كتيره يعني. لا في ملفات مهمه جدا، عايز اروح سهل حشيش. تيجي نروح سهل حشيش؟ تعالى يلا. بيقولوا الاجواء هناك جميله جدا. تروح طيران ولا باص؟ رايك ايه
في الحفلة يعني في التنظيم. أنا عايز أخدها جزئية جزئية. سعيد جدا أنك هتاخدني لسهل حشيش، يعني حاجة مبهجة. طبعا طبعا، حاجة جميلة، حاجة ممتعة، حاجة مشرفة لمصر. منظر كده يخليك تفخر بأنك مصري. منظر يخليك تبقى قاعد سعيد كده وأنت بتشوف بلدك صح بتعمل صح حاجة صح على المستوى العالمية. منظر يخليك تبقى قاعد كده وشايف الناس كلها منبهرة، شايف الناس كلها سعيدة. تحية للي عملوا الكلام ده كله طبعا. تحية لكل المصريين اللي بيعملوا من أجل مصر، تحية اللي بيقدم صورة كويسة. أنا ضد إن بعض بينتقد بعض الانتقادات مالهاش أي معنى. إحنا عملنا حفل جميل جدا، عملنا حفل مميز جدا. كل الانتقاد يعني مفيش مشكلة. لا لا لا، ممكن يكون، خلي بالك يا أستاذ أوسي برضه عشان منطقيين، ممكن يكون في حاجة سلبية صغيرة مش عارف إيه، يتم تعديلها بعد كده. المهم المجمل ممتاز. الكمال لله وحده ونعم بالله، صح كده؟ ماشي صح. ما تطلبش مني الكمال، لكن أنا يعني باصل لأقصى مستوى ممكن تتخيل. أنا ببذل جهد، الحفل فيه جهد مبذول، فيه مكان، شوف الطبيعة الساحرة اللي موجودة، شوف الحفل موجود وسط المياه، شوف الدنيا كلها. كان ممكن يبقى تصوير افضل من كده، ودي من كانت من الحاجات اللي الناس انتقدتها. بس هو الناس انتقدت يعني. لا يعني بقول لك، يعني من الحاجات اللي انتقدتها الناس، انتقد حاجات التصوير وترجمه يعني من قبل. بس الترجمه دي خاصه بقناه يعني، مش ما بقول لك ما تحصل يعني الحفله ده حفله ما لهاش دعوه بالموضوع يعني، واخد بالك؟ والتطوير، لكن المكان نفسه كان، الحدث كان ممكن يبقى يعني تصويريا وتلفزيونيا يبقى اعلى من كده بكتير جدا. لكن احنا عملنا حاجه عظيمه وحاجه مميزه، لدرجه ان انفنتينو نفسه رئيس دوله كره القدم في العالم انبهر بهذا الامر فعلا. وحتى ان السيد كامل ابو علي اللي هو طبعا يعني كان ليه دور كبير جدا طبعاً في الليله طبعاً وفي رجل اعمال شهير في الحقيقه، كان ليه بصمه كبيره جدا في اللي حصل. عرض على انفنتينو انه يوفر له زي ما بنقول كده لبن العصفور علشان يعمل جائزه الافضل في العالم في هذا المكان. بعد ابدا اعجابه بهذا الامر يعني. انفنتينو يعني لم يعجبه هذا الامر فقط، بل اعجبه ما حدث قبله في اليوم السابق، اللعب تحت سفح الاهرامات. ودي كانت فكره جميله جدا وفكره مميزه جدا، بحي يعني وبنثمن هذه الفكره، ان تاخد كل النجوم دول بما فيهم رئيس الفيفا ورئيس الكاف ويلعبوا تحت سفح الاهرام، والراجل يسجل جون تاريخي موجود معاه، يعني حاجه مبهره وحاجه عظيمه جدا. ويعني انا شايف ان احنا كنا ممكن نستثمر الحاجه دي تحت سفح الهرم بشكل افضل يعني. والمؤكد ان هناك وزاره السياحه بتستثمر هذا اكيد طبعا. لما تاخد انفنتينو تحت سفح الاهرامات يعني صوره يعني كده كلها رواج في العالم كله يعني اكيد، بالاضافه لكل النجوم يعني. فسهل حشيش ده المنظر، انا بكلمك على المنظر العام، الشكل العام، الضيوف، الشياكه، الاناقه، المكان، القعده، الاداره، التنظيم، كل حاجه دي كانت حاجه ايه، حاجه مميزه جدا وحاجه جميله جدا الحقيقه يعني. تمام. فيما يتعلق بتعليقك، خدني واحده واحده. اي ما هو احنا ماشيين واحده واحده اهو. خلصنا التنظيم والشكل وفخورين بيه جدا جدا طبعا يعني. عدم حضور محمد صلاح رايك ايه؟ طبعا انا بالنسبه لي يعني كشخص يعني ومتابع او راجل موجود في الوسط الرياضي في الاعلام، انا يعني كان عدم حضور صلاح صدمه بالنسبه لي. صدمه واتوقع ان الصدمه دي كانت عند معظم المتابعين من الجمهور المصري او المصري، لانهم كانوا ينتظروا حضور محمد صلاح. انا بتخيل يعني ان حتى لو لم يكن محمد صلاح مرشحا لهذه الجائزه، كان لابد أن، لو لم يكن مرشحا اصلا لم يكن بين الثلاث، كان لابد ان يكون موجودا في عرس مصر. انا بعتبر ده عرس مصر، العالم كله بيتابعه يعني. فمحمد صلاح دلوقتي يا جماعه ليس عاديا، وليس محمد صلاح يعني ايقونه عالميه في كره القدم يعني. محمد صلاح يعني انا مش هكون مبالغ اذا قلت ان محمد صلاح ليس اقل من ميسي ومن رونالدو في النجوميه على مستوى العالم. على مستوى العالم مش على مستوى مصر. تتخيل لما حدث زي ده احسن لاعب في افريقيا ممكن اجيب فيه ميسي مثلا يعني، مش هيدعي هيعلي قيمه طبعا الحدث. أكيد. لما اجيب فيه رونالدو مش هيعلي قيمه الحدث، لما اجيب فيه صلاح مش هيعلي قيمه الحدث، مؤكد. طب ما بالك لو كانت دي دوله، دي بلد صلاح، وده مسقط راسه، وده عشاق وجماهيره المالين اللي بيقعدوا قدام شاشات التلفزيون بالساعات الطويله علشان يشوفوه ويدعوا له بكل التوفيق وكل البتاع. ما بالك اذا كان صلاح ضمن الثلاثه المرشحين، بغض النظر اذا كان الاول او الثاني، مع ان هو طلع الثاني، الراجل واخد 326 صوت مقابل 477 ل 74 تقريبا، 474 تقريبا في الرينج ده، وماني مش عارف 267 حاجه في محرز يعني. فهو واخد الثاني، فكيف لا يحضر صلاح؟ واخد بالك؟ الحاجة الثانية يعني ماني ده اللي واخد الجايزة، وتعرف التسريبات كنا عارفين ان بنسبة 99% ان ساديو ماني موجود يعني في اللي هو اللي هيمرشح او عريس الحفلة يعني. ماني رفيقك في رفيق الدرب معاك في ليفربول يعني، فطبيعي جدا انك تكون معاه. وغير كده ان ماني ليه عليك واجب. صح. لما انت بص بقى في دكار في السنغال اللي هي بلد والتسريبات كانت موجوده ايضا ان صلاح هو اللي هيفوز، والتسريبات كانت موجوده لم يعتذر ماني، وكان موجود هناك ورقص مع صلاح واحتفل مع صلاح وهنى صلاح. صح. واخد بالك؟ فكل العوامل وكل الاجواء كانت تؤكد ضروره
حضور صراحه عشان نفتخر بيه قدام، نقول لهم يا جماعه ده محمد صلاح بتاعنا، ده بتاعنا احنا، كنا هنبقى فخورين. تخيل جاي يعني، انت جاي، انا كنت اتخيل ان صلاح يبقى هو يعني هو صاحب الحفل بالظبط، واخد بالك. انا ما اعرفش ايه المبررات والاسباب اللي دفعت صلاح لاتخاذ هذا الموقف، لكن احنا الحقيقه احنا يعني لسنا سعداء بهذا التصرف ولا بهذا الموقف. كنت اتمنى ان محمد صلاح يبقى موجود. احنا يعني ما بننتقدش صلاح ولا بنقطع فيه ولا اي حاجه خالص، احنا بنفخر بيه ونتمنى له التوفيق، وهنفضل نفخر بيه دايما طبعا، وهنفضل نشجعه. دي جزئيه مهمه، اعظم من انجبت الكره المصريه عبر التاريخ، اكيد اعظم من انجبت الكره المصريه عبر التاريخ. لكن في مهام تحتاجها منه بلاده لابد كان يبقى موجود، حتى لو مش من اجل محمد صلاح يبقى من اجل مصر طبعا. فعشان كده انا الحقيقه كنت حزين وصدمت ان صلاح لم ياتي، وكان لدي امل حتى مش اللحظات الاخيره، كنت متخيل ان مع لحظه البدايه ان صلاح يدخل القاعه طيب باي شكل من الاشكال، يجي بطياره خاصه، يجي عايم، يجي طاير في الجو، وكنت متخيل ان صلاح هيفاجئنا، لكن صلاح فاجئنا مفاجاه لم تكن سارة لنا كل المصريين. عشان يبقى في بس توضيح، ده استاذ اوسي مجرد لوم لمحمد صلاح، لكن مش يعني ان احنا كده بقى صلاح ده مش عايزين، ده لوم، وده وجهه نظر شخصيه ليا انا على فكره. ده وجهه نظر شخصيه نقديه ليا كصحفي، بقول وجهه نظري في هذا الامر يعني. واعتقد ان يمكن ردود الافعال اللي كانت على السوشيال ميديا تقريبا بتتفق وبتسير في هذا الطريق يعني. احنا ما نتمناش ان السوشيال ميديا او المصريين بعد الموقف ده يا استاذ اوسي، لا احنا ما بنساند صلاح، بنشجع صلاح، ده واحد بيرفع اسم مصر، وده الهدف اللي احنا هنقدر نتخلى عنه بالظبط. ده لازم ناكد عليه. لا ده صلاح ده متعتنا، وصلاح ده بقول لك الكريزه بتاعه الرياضه المصريه والكره المصريه. نستنى ماتشاته مع ليفربول؟ لا طبعا، ده حاجه لا يعني لا تراجع ولا استسلام في هذا الامر يعني. تتوقع ايه ممكن يكون السبب وراء عدم حضور محمد صلاح؟ لا ما اقدرش اتوقع. ما تقدرش مش شكلك عارف. والله شكلك عارف. طيب بالتالي في توابع لعدم حضور محمد صلاح، وتوابع ايضا لتتويج الاتحاد المصري كافضل اتحاد داخل القاره الافريقيه. رايك ايه الاول في التتويج الاتحاد المصري لكره القدم؟ انا مش هعتبرها جايزه للاتحاد المصري لكره القدم بقدر ما هعتبرها جايزه لمصر. حلو قوي، نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح. دي جايزه لمصر، لان مصر في 2019 نظمت اهم ثلاث احداث في كره القدم في افريقيا طبعا، وعملتهم على اعلى مستوى. حلو، هبدا معاك من كاس الامم الافريقيه. عملنا بطوله امم افريقيه رغم ان التنظيم اسند لنا قبلها باربع شهور، ودي لوحدها تستحق جايزه على فكره يعني. ان التنظيم اسند لها باربع شهور الا ان احنا عملنا افضل بطوله في تاريخ بطولات الامم الافريقيه. مين اللي عمل؟ جمهورية مصر العربية، الدولة المصرية، مش الاتحاد لوحده يعني. لا الاتحاد لوحده مين؟ الاتحاد لوحده ما كانش هيقدر ينظم دورة خماسية. بس بتأكد بس. لا طبعا الدولة المصرية. الدولة المصرية. جمهورية مصر العربية. طبعا. بكل فئاتها، بكل أجهزتها، وزارة الرياضة، وزارة السياحة، وزارة الاقتصاد، وزارة كل اللي يخطر على بالك. كل المؤسسات. المؤسسات اللي المصرية بفنادقها، بطرقها، بوسائل نقلها. هو كان قرار دولة يا أستاذ. بإعلامها، فالدولة المصرية حشدت كل قوتها عشان الحدث ده ينجح. وفتحت الباب للجماهير، وكنا بنشوف لاول مره بعد غياب سنوات طويله جدا 100,000 في استاد القاهره موجودين. كل ده حصل، وكل ده فالدوله المصريه تستحق هذه الجائزه عشان نظمت هذا الحدث العظيم، ونجحت نجاحا باهرا لاول مره كان ب 24 منتخب طبعا. فده كان حاجه عظيم جدا، لدرجه ان الكاميرا اللي مسندها من 3 سنين ما قدرتش تجهز نفسها، وهتاخد البطوله لسه اللي جايه في 21. مصر نظمت بعد ذلك في ختام العام او في الاشهر الاخيره عام في نوفمبر كاس الامم الافريقيه للشباب دون ال 23 عاما. صح. المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 وبفضل الله تاهلنا وفزنا باللقب. ليس هذا هو الاهم، الاهم هو النجاح الكبير في التنظيم وتقديم بطوله عظيمه، ولاول مره دوله تاخد البطولتين دول في موسم واحد. صح. طبعا مش اي دوله تقدر تعمل كده. مفيش دوله، احنا كنا واخدين تحت 23، دي كنا واخدينها في الاساس من سنتين او من سنه ونص، ولكن جات لنا الاضافه لكاس الامم الافريقيه، فانك تعمل ده وتعمل ده بنفس القدرات ونفس الماكل ونفس النجاح، فده شيء عظيم لمصر. ثم تاتي مصر وتنظم حدث الافضل في افريقيا اللي نظم من يوم الثلاث الماضي في سهل حشيش، وده حدث عظيم، وانا شايف رونقه كان عظيم وكان رائع، ومشهده ساحر ومشهده مش. هذه المشاهد الثلاثه اللي شفناها للكره الافريقيه في مصر تمنح مصر بمنتهى السهولة هذه الجائزة ممثلة في اتحاد الكرة المصري الذي يستلمها يعني، لأن مش معقولة مصر يعني هيسلمها للدولة المصرية فتستلمها اتحاد الكرة يعني. شايف ممكن ده ممكن يستلمها وزير الشباب والرياضة ولا صعب؟ الجائزة؟ بما انه ممثل عن الدولة. لا والله ما هم يعني
هي مش ممنوحه للدوله بقدر ممنوحه للاتحاد الكره لو ممثل اصل اتحاد الكره لوحده مش هيقدر يعمل حاجه اصلا. يعني هو في النهايه ده الرمز بتاعك او ده الممثل بتاعك زي وزير ما تقول يعني معالي وزير الشباب والرياضه ليس هو الدكتور اشرف صبحي ممثل وزاره الشباب والرياضه بقدر ما هو ممثل الحكومه المصريه او ممثل الدوله المصريه فلما يبقى موجود هيبقى ممثل كده. فاتحاد الكره ده ممثل كره القدم في مصر وممثل الرياضه في مصر فاستلمها يعني كون ان استلمها مهندس هاني او استلمها الجنانه او استلمها الوزير فدي مش مشكله المهم الجائزه جت مصر وجت مصريه. لا بس يعني برضو في جزئيه انا عايز اتكلم مع حضرتك فيها بخصوص اللي استلم الجائزه ونتكلم بصراحه احنا متعودين من خلالك ايه على الصراحه تمام دلوقتي في 2019 لا لا نتكلم بصراحه بتتعب لا نتكلم بصراحه احنا كلمت حضرتك دلوقتي قلت ان في 2019 بخلاف طبعا بقى تنظيم الحفل الافضل دي كانت في 2020 خاص في شهر واحد احنا بنتكلم على المسابقات اللي نظمتها مصر في 2019 الاتحاد الاتحاد المصري لكره القدم نظم مسابقتين مسابقه للكبار بطوله الامم الافريقيه للكبار وللشباب الكبار كان اتحاد موجود للشباب اتحاد مختلف تاني خالص غير الموجود لجنه خماسيه حتى في الماتيريال اللي تم عرضه في الحفله بخصوص تكريم الاتحاد المصري لكره القدم كان في انجازات تنظيم البطوله بتاعه الكبار والبطوله بتاعه الشباب. ليه المهندس هاني ابو رضا هو ليه كل التقدير والاحترام هو اللي طلع خد الجائزه؟ ليه مش الاستاذ عمرو الجنايني؟ انا ما بعرفش والله اتكلم احب اتكلم معلش ايه المشكله؟ ايه المشكله نرد على الناس دي اسئله الناس دي اسئله الجمهور لازم نرد عليهم وجهه نظر انت شايف ايه السبب؟ انا شايف ان طبعا يعني المفروض طبعا ان اتحاد الكره المصري رئيسه الرسمي والشرعي والموثق هو السيد عمرو الجنايني بالظبط فلما تكون هناك جائزه للاتحاد المصري لكره القدم فالذي يتفضل لما يكون افضل اتحاد كره القدم فاللي يروح يستلم الجائزه هو الرسمي اللي موجود حاليا دلوقتي حتى لو كان حد ساهم في الانجاز قبل كده حلو يعني ده ما فيهوش تاريخ زي مثلا مدير فني بيدرب الفرقه دي فازت ببطوله هو جه كمل الموسم واللي قبله مشي مش معقول نجيب اللي قبله هو اللي يستلم الدوري ده يقعد يتفرج يعني بالظبط ده مثال ممتاز إيه رأيك؟ جبت مثال ممتاز يا استاذ ما تحرجناش بقى صح. يعني صح تمام فالراجل يعني الراجل فاجئنا ان المهندس هاني ابو رضا هو اللي طالع يستلم الجائزه يعني طبعا المهندس هاني ابو رضا شخصيه لها تقديرها ولها اكيد احترامها. طبعا ده شيء ما حدش اختلف عليه شخصيه موجوده العضو التنفيذي في الكاف في الفيفا شخصيه مصريه ناجحه جدا على فكره كمان بحكم منصبه الدولي هو عضو المفروض في اتحاد الكوره يعني المفروض يعني موجود في الكوره المصريه يعني لكن هو ليس موجودا في اللجنه الخماسيه اللي موجوده بالزبط. حاليا على الاطلاق يعني في مجلس اداره منتخب المهندس هاني ابو رضا لو بره هيبقى موجود فيها بصفته الدوليه تمام لكن هذه اللجنه واللجنه دي معينها الفيفا من خمسه افراد واضحين ومحددين كان ممكن يطلع يستلم الرئيس او يستلم النائب او اي حد من المجموعه لكن كانت المفاجاه دي وكانت المفاجاه الاكثر ذهولا أن رئيس الاتحاد موجود وبيصفق وسعيد بهذا الأمر بتاعه وكان أنا يعني رئيس الفيفا لا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنت قصدك على رئيس تمام هذا المشهد لا يهمنا إلا ما يهمش حد غيرنا إحنا كمصريين حلو ماشي فهمت يعني ما يهمش لا يهم الكاف ولا يهم الفيفا ولا يهم إحنا كمصريين تمام ويهمنا مدلوله اللي خرج بيه ويهمنا من يدير الكرة المصرية أنت جبت الخلاصة يعني شكرا طب بالتالي محمد صلاح علق على الجزئيه دي من خلال الستوري عنده على انستغرام وراح نزل صوره مكه وكتب ايه كتب جائزه افضل اتحاد تذهب الى ونقط بتشوف التعليق ده ازاي ما بقولك امير يعني في كلام كتير جدا طبعا كلام العلاقه ما... واضح ان هي كانت سيئه في اسوء حالتها ما بين محمد صلاح واتحاد المصري لكره القدم بص العلاقه بقى سيئه بين محمد صلاح واتحاد الكوره ومش عايز اقول والمنتخب لان المنتخب يبقى لازم يبقى فوق كل حاجه لا بلاش لا بقول لك لازم المنتخب يبقى فوق كل حاجه وان شاء الله صلاح يبقى موجود على المنتخب في محطاته المهمه اللي جايه هو حريص طبعا هو حريص المنتخب اضافه ليه على فكره يا استاذ اوسي هو اضافه المنتخب والمنتخب اضافه طبعا ليه. طبعا لكن اللي عايز اكد عليه ان مصر كمنتخب او كمصر بشكل عام في اي مجال لا تقف على احد يعني مع ان وجود ابنائها الاقوياء طبعا اضافه ليها يعني لما كان عندك مثلا الناس زي العالم الكبير الدكتور احمد زويل لما خد جائزه نوبل هو واحد من اعظم العلماء في العالم وخدها بره مصر ومكان مقيم في امريكا لما يجي مصر ده يبقى شرف يعني بيشرف بلده يعني واحنا نتشرف بيه ونفخر بيه يعني لكن اما لو كان ابتعد وهو خد سكه ثانيه احنا مش هنموت من غيرك يعني واخد بالك فالكره لن تنتهي في مصر يعني الكره كانت في مصر قبل صلاح وعاملين انجازات عظيمه وستعلى في وقت صلاح وستستمر بعد صلاح وسيظهر في مصر صلاح وصلاح وصلاح البعض يقول لك لن يظهر احد ليه يا جماعه مش هيظهر احد نتمنى ظهور بس هي يعني صعبه شويه بص على فكره لو اشتغلنا صح والامور ماشيه صح ان شاء الله هتشوف مواهب كتيره جدا بس لازم المواهب تكون بنفس التفكير الاحترافي اللي عند محمد صلاح ماشي اوكي يعني ان شاء الله هو وجود صلاح نفسه هيفتح باب لناس كتيره جدا لانه نموذج اكيد هيقرب يعني قدوه
يعني قدوه هيفتح الباب ده هيفتح الطريق لناس كتير جدا، وفي ناس كتير جدا هتقتدي بهذا الامر يعني. كويس، فنتمنى ان الامور تكون كويسه والعلاقه تكون جيده مع صلاح، مع اتحاد الكره المصري ومع مصر كلها ومع جماهير مصر، لان صلاح يعني صلاح بطل شعبي. صح، صلاح متوج على قلوب زي ما كان ابو تريكه كده متوج، وما زال ملك للقلوب وموجود عشق وحبه للناس كلاعب كره قدم عظيم له بسمات مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. فما صلاح نفس الحكايه يعني، نتمنى ان صلاح انجازه زي ما هو مع ليفربول وفي اوروبا والفرق اللي قبلها يكون عليه انجاز مماثل مع المنتخب المصري بهذا الشكل ان شاء الله. هو عمل انجاز صعود المنتخب يعني لكاس العالم اخيرا، تمام، ولسه منتظر انجازات كبيره جدا، مستنيين مع بطوله الامم الافريقيه يعني، وحاجات كتير لسه هتطلع عن ثاني باذن الله وكل حاجه. لكن هو كان موفق يعني في التعليق ده ولا لا؟ ما اعتقدش ان هو كان ما اعتقدش ان هو يعني انا كل ده عمال بتعلي تاني ده انت فيكش حل. طيب اتكلمنا على سهل حشيش، تمام، نخش بقى على بعض الملفات الاخرى الخاصه بالاتحاد يعني بالرياضه في مصر بشكل عام. وعايز اتكلم بالتحديد عن اتحاد الكره ولائحه النظام الاساسي وبعض البنود اللي في اللائحه دي اللي بيتم المناقشه فيها دلوقتي، وبعدين هيتم عرضها على الجمعيه العموميه العاديه لاحقا باذن الله تعالى. اهم هذه البنود مثلا بيقول لك ايه، ان هيتم تقليل عدد الاعضاء من 11 ل 9، ولو هم 11 لو استقروا على ان يبقى 11 عضو. لا لا لا، تقليل ايه؟ عدد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره. اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره يعني من 11 ل 9 افراد. قال لك لو 11 هيبقى فيهم 3 سيدات، لو 9 افراد هيبقى سيدتين تمام، ولو 7 افراد سيده واحده. تمام، انت رايك ايه في البند ده؟ شايف التعديل ممكن يبقى ايه او الافضل ايه؟ هو تعالى يعني انا هجاوب على السؤال ده، بس النبي في قرار النهارده يعني انا قريته على بعض المواقع اللي هو دوري القسم الثاني يبقى دوري المحترفين، ما تنساش عشان عايزين نتكلم فيه مهم جدا. دوري القسم الثاني يبقى دوري المحترفين، يعني ان هو يبقى الموسم الجاي دوري المحترفين. انا بالنسبه لي العدد يعني مش القضيه مش في العدد يعني، سواء كان 7 او 9 او 11 تبقى الامور عاديه جدا. انا شايف ان خير الامور الوسط يعني، يعني 7 قليل و11 كثير، لو 9 الامور مش هتبقى الامور مختلفه. لا سيما ان اداره اتحاد الكوره يعني مش زي اداره الانديه يعني، لما نتكلم على نادي زي النادي الاهلي نجد ان هو محتاج عدد كبير جدا من افراد مجلس الاداره. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده مثلا 4 فروع او موجودين الجزيره زايد مدينه نصر، فمحتاج ناس تبقى موجوده في الجزيره، عنده سفريات، عنده فرق، عنده لعبات، عنده حاجات كده. لكن ده اتحاد كره قدم متخصص في لعبه، عنده منتخبات وبتاع، لو 7 او 9 هيمشوا الامور بشكل جيد يعني، ما فيش مشكله خالص يعني. انا شايف ان العنصر النسائي زيادته 1 2 3 انا مش متفق مع هذا الامر. مش متفق. العنصر النسائي يكون واحد فقط في كل الاحوال. حلو، واحد فقط لا يزيد. ليه؟ لان احنا عندنا، انا هبص لك عليها، النساء ان كانوا يعني مهتمين بكره القدم كمشجعات وكمحبات لكره القدم، وده شيء جميل وفيه عشاق كتير جدا، لكنهم مش منخرطين في لعبه كره القدم، مش منخرطين في اداره كره القدم، مفيش ممارسات لكره القدم في مصر. لعبه كره القدم النسائيه في مصر متواضعه جدا يعني، للاسف. مصر اللي بتتصدر القاره وتحتل ريادتها كاعظم منتخب موجود محقق بطولات رقم قياسي موجود، ما عندناش كره قدم نسائيه، مش مهتمين بيها. لان لا اتحاد الكره مهتم بيها بشكل جيد بالرغم من ان بعض الاهتمام محدود، ولا الانديه مهتمه بيها بالرغم ان افريقيا دلوقتي عندها اهتمام كبير جدا وعندها كره قدم عاليه جدا جدا جدا، وبيننا بينهم مساحات كبيره جدا. لما ترشح افضل 3 لاعبات في افريقيا لنيل جائزه مصر من غير ما تروح على الاطلاق، لا على مستوى اللاعبات ولا على مستوى الانديه ولا على مستوى المنتخبات. فانا يعني السيدات علشان تبقى معاك حد يدير في كرة قدم، على الأقل يبقى فاهم يعني كرة قدم، يبقى عارف كرة قدم. يمكن السيدة سحر عبد الحق اللي موجودة حاليا منخرطة في المجال الرياضي بشكل عام، وكانت رئيس نادي النصر وبتعيش في جو إلى حد كبير جو فيه رياضة وأشياء كتير من هذا القبيل. كانت قبل كده سحر الهواري، الدكتورة سحر الهواري كانت موجودة. فعشان تلاقي نماذج الأمور قليلة وتلاقي منافسة، هتلاقي المنافسة بتكاد تكون محدودة يعني. الدكتورة سحر الهواري لولا ظروفها لما خرجت من الاتحاد مدى الحياة، لان محدش هيقدر يخرجها يعني، وكانت هي الاقدر. فالكفاءات ما عندناش كوادر نسائيه، مفيش ناس ثانيه يعني، تمام، ما عندناش كوادر نسائيه كتيره يعني. فانت فده الابرز، فانت اختار مين؟ اختار اللي موجود، اللي عنده خبره، اللي موجود يعني. شايف عدد الاعضاء يبقى 9، ده الانسب. انا شايف عدد الاعضاء 9 وتسعه وتكون سيده واحده فقط، سيده واحده لمجرد تواجد العنصر النسائي كوجود للمراه في كل مجال. سيدتين يعني؟ لا لا مش سيدتين يعني، واخد بالك؟ طيب. فده الكلام في هذا الامر. طيب بخصوص البند الاخر برضو اللي في كلام كتير عليه شويه، وهو عدم الجمع ما بين العمل الاعلامي والتواجد في الاتحاد المصري للكره. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، لكن هو بيثار ايضا حاليا يعني. اكد عليه تاني، انا ارفض حكايه الحكم والخصم.
انت ممكن تبقى دكتور وتبقى عضو في مجلس اتحاد الكوره، ممكن تبقى مهندس عضو في مجلس، لكن ما ينفعش تبقى اعلامي وتبقى بتدير الكره المصريه وبتبقى بتاخد الاخبار بتاعه الكره المصريه وتبثها وتبقى بتنفرد بالاخبار وتبقى انت اللي بتقيم نفسك وتبقى انت اللي بتحكم على نفسك وتبقى انت اللي بتهاجم نفسك وتبقى انت اللي بتنتقد نفسك. ما فيش كده، انت بتستضيف زمايلك وانت اللي بتستضيف زمايلك وانت اللي بتستضيف غير زمايلك، ده كلام يعني. فانا ضد هذه النقطه، وبرده ضربت مثلا وهعيد تكراره تاني، الكابتن عصام عبد المنعم يعني لما مسك اتحاد الكوره وكان موجودا في الاهرام قبل ان يبقى في على المعاش، كان بيكتب عموده وما زال بيكتب عموده الراجل ربنا يوفقه، واحد من الاقلام الصحفيه الجميله يعني الرشيقه. لما مسك اتحاد الكوره فورا اخر مقال كتبه انا اتوقف عن الكتابه الان في الاهرام لان لا يجوز ان اكتب هنا وانا واقيم نفسي هناك يعني. ف ده كان نموذج يعني، فاتمنى ده انا ضد هذا البند وهذا البند مرفوض تماما يعني. انت عارف ان احتمال يتم تمديد مده اللجنه الخماسيه لمده شهرين كمان، يعني بدل ما يخلص مدتها في شهر 7 او اخر 7 او شهر 9 بعد الالعاب الاولمبيه، واعتقد ان ده الحل الاقرب والانسب. وده ده طبق اللائحه الفيفا، ما ينفعش تعمل انتخابات في دوله في شهر 7 مستمرين لغايه نهايه اولمبياد طوكيو، وبعد كده تجرى الانتخابات ان شاء الله بعدها. الناس بتتفاجئ بالحاجات دي يعني القرار زي ده ما معروف ان الاولمبيات ما عاد هتخلص في نص 8 وهتبتدي في شهر 7 وكلام من ده، ليه ما بيبقاش من الاول؟ ما على فكره ما هو احنا انا عارف فين من الاول ما اي، بس كان الاعلان ده هو كان طلع لمده سنه يعني لمده سنه، فهيتم التمديد لانه عارفين ان الشهرين دول هيتمددوا يعني فما فيش مشكله في الامر. طيب يعني الفار بقى يا استاذ اوسي هيستخدم فعلا في بدايه الدور الثاني ولا لا؟ هو خلاص وصل دفعات، دفعه الدفعه الاولى خاصه ببعض الاجهزه الخاصه بتطبيق التقنيه كانت امبارح، والنهارده استكمال للدفعه الثانيه وكلام من ده. متفائل بتطبيق التقنيه ولا الموضوع يعني لسه صعب؟ منذ انطلاق الصافره الاولى او الصفاره الاولى للدوري ونحن نسمع عن تطبيق الفار وان الفار بيستعدوا له والفار اقترب، وبعد كده يعني بعد فتره بعد شهر ولا شهرين من تولي الاتحاد قال لك الفار صعب وعايز امكانيات وعايز قدرات وعايز تدريبات. فوجئنا الان بان الكلام على الفار، النادي الاهلي بيطلب الفار من الموسم الماضي. يمكن شايفين الفار عامل ايه في الدوري الانجليزي؟ طبعا شايفين مستوى العداله اللي موجود؟ نسبة كبيرة بالعدالة في الحقيقة. بص يعني ما فيش يعني زي ما قلت لك الكمال إله واحد. طبعا. وربنا سبحانه وتعالى هو العدل المطلق يعني. صح. فمهما كان ربما تكون فيه، لكن ده بيقلل نسبة الخطأ بنسبة كبيرة جدا. شفنا الفار في كأس العالم للأندية قد إيه كان عظيم وقد إيه يعني أعطى الحق لأصحابه. فزي ما أقول لك بدأنا إن في فار، ما فيش فار، دلوقتي في فار. نتمنى إن الكلام ده يكون صحيح، مع إن أنا شايف برضو الكلام صعب، لأن الأمر ده فعلاً فعلاً محتاج لو بيقول إن هم اتفقوا مع الشركة الإسبانية وكل أيوة ماشي، حتى لو اتفقوا محتاج تدريبات ومحتاج تجهيزات. قال لك التدريبات بداية من يوم 13 يناير حوالي 60 حكم هيبتدوا يتمرنوا. طب دول هيلحقوا يعني؟ ده الدور الاول خلاص يعني خلال شهر ولا شهر، الدور الثاني المفروض هيبقى في ايه، في شهر 2 مثلا ولا 3؟ يعني محتاجين تدريبات كده. لا احنا نتمنى باي شكل من الاشكال ان وجود الفار ده هيقلل نسبه الاخطاء بشكل كبير جدا، لا سيما وان الاخطاء التحكيميه في المسابقه السنه دي كثيره جدا وفي شكوى كبيره جدا من التحكيم على نفس غرار المواسم السابقه يعني بشكل رهيب يعني على كل الفرق. يعني السنه اللي فاتت يا استاذ اوسي الاهلي بس اللي كان بيتكلم بخصوص الحكام، كله بيتكلم السنه دي ثلاث انديه لغايه دلوقتي طلعوا ثلاث بيانات رسميه، الزمالك مطلع بيان، انبي مطلع بيان، السموحه مطلع بيان، نادي الاتحاد السكندري بيانات واحتجاجات رسميه على التحكيم. والسنه اللي فاتت لو تفتكر بيراميدز كانوا جابوا حكام اجانب في كل ماتشات والزمالك شويه في حاجات يعني، مثلا كان في هدف لحرس الحدود انا مش فاكر الماتش ايه، وهدف صحيح 100% بيتلغي، هدف الهدف اللي ده وهدف ده وهدف الاتحاد في يعني ماتش المقاولين، هدف كتيره جدا يعني بتشوفها ضربه جزاء بتاعت المقص حاجات كتير موجود. الزمالك عنده اعتراضات، انبي عنده اعتراضات، الاتحاد عنده اعتراضات، السموحه عنده اعتراضات، حرس الحدود عنده اعتراضات، والاهلي كمان والاهلي ظلم في بعض القرارات في الحقيقه، الاهلي ظلم كتيرا جدا في بعض القرارات في القرارات، بس الاهلي الامور ماشيه فما بيحبش يعطل المسؤول ما دام الناس بتتكلم وشاف الاخطاء اللي بتتكلم فيها. فانتوا ده اللي انا كنت بطالب بيه وده اللي انا كنت بنشده، انتوا دلوقتي اللي بتطالبوا بالاصلاح المنظومه التحكيميه وبتطالبوا بالفار. الاهلي من السنه اللي فاتت قبل توقف الدوري قبل كاس الامم الافريقيه لو تفتكر الاهلي اكد على ضروره وجود الفار في الكره المصريه ونال وعدا من المهندس هانا بريده قبل ما كان موجود رئيس الاتحاد بان الفار سيطبق، فلا طبق المهندس هاني ولا طبقه الاستاذ الجنايني لغايه دلوقتي. نتمنى ان الفار طبعا دي امنيه ان احنا كلنا ننتظرها، ولكن يكونوا جاهزين سواء تحكيم او ادوات او معدات، ده يكون جاهز علشان ده فعلا اكيد هيقر العدل في الكره المصريه، لان اي خلاف هنرجع ليه بس ما يتحولش الفوضى في مصر يعني. بالظبط، ده اهم شيء ان شاء الله يطبق، والناس بتحاول والموافقات لحد دلوقتي حتى لو هي مش رسميه من وزاره الشباب والرياضه هي موافقه شفويه مثلا او شفهيه، وايضا بالنسبه للجهات المعنيه لحد دلوقتي
دلوقتي لسه ما فيش موافقات رسميه، لكن ان شاء الله باذن الله بصدد الحصول على هذه الموافقات الرسميه بشكل نهائي. السؤال الاخير بقى اللي انت كنت عايز تتكلم فيه، أيوة. دوري القسم الثاني وتطبيق دوري المحترفين. دوري القسم الثاني استعداد عشان الناس تبقى عارفه ثلاث مجموعات اللي هو الدوري اللي تحت الممتاز مباشره. كل مجموعه 12 فريق، يعني عندنا 36 فريق مسابقه فيها 36 فريق صعب تسويق. كان المفروض المسابقه دي هتبقى زي الممتاز بالظبط 18 فريق مجموعه واحد، لكن الفواتير الانتخابيه والضغوطات الخارجيه منعت ده. اتحاد الكوره هيهبطوا من 36. ما اتحاد الكوره يعني سمعت ما يشبه القرار انه يعمل دوري محترف القسم الثاني ويعملوا مجموعتين كل مجموعه 12. يعني يبقى كده عندنا 12 و12 24 بدلا من 36. طبعا ده افضل كتير جدا من 36، وان كنا نتمنى ان هو يبقى مجموعه واحده، لكن هي خطوه جيده، نتمنى ان هي تكون خطوه لتقليص اكبر في المستقبل علشان المسابقه دي تكون اقوى وتكون يعني تكون يعني ارضيه كبيره جدا بالزبط. للكره المصريه، ويقدر يعني حتى الفريق اللي يصعد للدوري الممتاز يبقى فريق قوي وقادر على المنافسه يعني. اتمنى ان الاتحاد الكره يكون صادق في هذا الامر ويكون قوي ويكون يعني عنده اصرار على تنفيذ ده. ويحاول يعمل فتره زمنيه يوصلنا ال 18 فرقه ويدمجهم هما الاثنين في مجموعه واحده، ده اللي احنا بنحلم بيه وده اللي احنا بنطمح بيه. ودايما بننادي ان اتحاد الكره الحالي اتحاد يعني جاي بقرار من الفيفا امامه فرصه تاريخيه لاصلاح منظومه كره القدم المصريه وتخليصها من كل عناصر الفساد اللي موجوده فيها. هما بيحاولوا وعندهم وعود كتير جدا لسه ما اتنفذتش، بس بيحاولوا فيها. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. زي موضوع الكره الرسميه لبطوله الدوري لحد دلوقتي وعدوا بيها امبارح، لاعب جاب هاتريك في ماتش مين يا رب فكروني يا جماعه، جاب هاتريك وكان عايز ياخد الكره بعد الماتش. جريندو في ماتش حرس الحدود والجيش تمام، جاب 3 اهداف. فاحنا عارفين في اوروبا دايما بتجيب 3 اهداف بتاخد الكره وانت مروح. فانت الكور بتاعه الانديه، صاحب الملعب هو اللي بيلعب بالكور بتاعته، فصاحب الملعب كان الجيش فهياخد الكره ازاي تمام. فبرضه لما يبقى في كره رسميه حاجات زي دي بتبقى حلوه في الحقيقه يعني. لا نتمنى ان ده يكون موجود يعني ان شاء الله. استاذ زاوسي قلت كل في نفسك، نورتنا وشرفتنا يا استاذ. ربنا يخليك يا امير، دايما بتبقى ضيف عزيز يعني. ربنا يخليك يا حبيبي، ودايما بشرف بالتواجد معاك وبتشرف بالظهور على شاشه النادي الاهلي مع جمهور الاهلي العريق والعظيم واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. نورتنا يا استاذ اسيو. ضيفنا العزيز النهارده كان الاستاذ محمد القوصي الناقد الرياضي الكبير، واعتقد ان احنا اتكلمنا في ملفات عديده جدا بصراحه كامله مع كل جماهير الكره المصريه وجمهور النادي الاهلي تحديدا. مش متبقي قبل ما نختم غير ان احنا نتمنى كل التوفيق لفريقنا الحبيب النادي الاهلي في مباراه يوم السبت، وباذن الله احنا كده كده بكره اجازه الجمعه والسبت هنبقى اجازه ايضا للمباراه الساعه 3، فهيبقى صعب ان احنا ننزل محمد. السبت مبهج يا امير، وباذن الله السبت مبهج على راي الاستاذ قوصي. والحد كمان نبارك لبعض باذن الله بفوز النادي الاهلي على بلاتينيوم وخطوه جديده في بطوله دوري ابطال افريقيا. دي كانت حلقتنا، استنوا حلقه يوم الاحد باذن الله تعالى من كلام في الميديا. الى اللقاء.